أصدقائي أهلا وسهلا فيكم مرة أخرى. أنا آسف كتير بس توقف لذاته، ما بعرف شو القصة. على كل أنا راح أوزع اللينك مباشرة. خلينا بس نكمل مع أخونا أبو الحكم. أخونا أبو الحكم، أنا بس بدي أشوف شيء معنا. يعني الاخوه راح يشاهدونا من نفس اللينك اللي بنعطيهم اياه. يا ريت تعلي صوتك ابو الحكم. وطبعا دخلوا اصدقائنا، واسفين كثير اصدقائنا يعني للانقطاع هذا لا ارادي بصراحه. تفضل ابو الحكم. اقول لك نفس اللينك اللي اعطيناه من قبل يشوفوه. لا غير لينك، انا راح اوزعه. يظهر في عندك مشكله بالصوت ابو الحكم، يا ريت تطلع وترجع تدخل. اسفين اصدقائي، في صار مشكله تكنيكيه، يعني مثل ما بقولوا ميكانيكيه، لا مو ميكانيكيه، تكنيكيه. يا ريت تطلع وترجع تدخل ابو الحكم. اسفين كثير اصدقائي. على كل حال انا راح اوزع اللينك مره اخرى لحتى يعني ما بعرف ليش حظي هيك شوي. انا مو قادر اطلع، يقول لي الجهاز انه اذا بدك تطلع يقول لك اند برودكاست. شو اسوي اند برودكاست؟ اذا بدي اطلع. لا انت 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 اطلع ساوي اطفي الكمبيوتر مباشر، ممكن يعني حتى من طفيه الكمبيوتر. تمام، شكرا كثير ابو الحكم. اصدقائي اسفين كمان مره اخرى، يعني اشوف الشباب الموجودين في اليوتيوب صراحه، يعني انا كثير ما بعرف شو صار، يعني فجاه قال لي البتاع هذا شو بسموه البث توقف بشكل يعني ناجح. فكيف يعني ترمينيت سكسسفولي؟ ما بعرف يعني بصراحه ما بعرف. طبعا اسفين الاخ. جان حكمت، هلا صوتك جيد. جيد، اوكي. يعني انا كمان اتاسف مع الاخ جان، شيء خارج عن ارادتنا. بالضبط، يعني بصراحة أنا ما بعرف شو صار، فجأة قال لي the broadcast terminated successfully، وأنا ما فهمت ليش، يعني شو إيه الحكاية بقى. على كل ما في مشكلة، سوينا رابط جديد وهي تكملة للحلقة هاي، وبعتذر أصدقائي مرة أخرى، وأنا بتمنى تكتبوا للأصدقاء على الشات يعني اللي صار معنا اللي شايفيننا طبعاً. وبتمنى من الاخت شيء ترجع تتصل فينا حتى ناخذ مكالمتها. طيب ابو الحكم، بس دقيقه واحده، اطلب من اخت ناريمان اذا شايفتنا بلكي توزع اللينك الجديد. اصور لازم لينك جديد صحيح؟ طبعا هاللينك هذا انا راح اوزعه كمان، طبعا اسفين اصدقائي. خلينا نرجع لموضوع التحرش الجنسي. يعني الأخت شي كان طرحت الموضوع هذا، موضوع التحرش الجنسي، يعني مثل ما قال أخوي أبو الحكم شيء طبيعي من هالناس هي اللي طالع أصلا ما بيعرف عن أوروبا إلا في عندهم انحلال أخلاقي مثلا، وأخلاق طبعا هن بربطوه بالجنس، يعني إنه المرأة ممكن يعني كلاتنا انا واحد الناس مثل ما قال اخوي ابو الحكم، يعني بيقول لك براي تاخذ احسن بنت، يعني اي بنت بدك اياها براي، بس كاني يعني شوف التناقض الموجود. بيقول لك براي ممكن تاخذ اي بنت، وانت جاي من هنيك تشحد عندهم لانك هنيك فقير، هنيك انت ما عندك مصاري، بدك طالع مشان تشتغل تحسن اوضاعك، جاي تشحد عندهم وبراي تطبق احلى بنت. يعني شلون زبطت معك؟ يعني هن اللي ماشي حالهم، هن اللي مكيفين ببلدهم وما ناقصهم شيء، انت الشحاد اللي جاي بدك تشحد عندهم وتارك بلدك مشان الفلوس، مشان هالاشياء هي، بدك تطبق البنت ببراي. يعني هالتناقض هذا
هل كبت الموجود يعني هاي نتيجته يعني شيء طبيعي انه يصير التحرش هذا على كل على كل. خلينا نروح لسؤال ثاني مع اذا في اسئله هذيك راحت بصراحه الاسئله. الاخ محمد عبده مرحبا جان بره لو سمحت سؤال للضيف، ان كان محمد رسول الله ليس له معجزات وهو اخر الانبياء فهل يمكن جزم ان كل الانبياء قبل الرسول هم ليسوا ليس لهم وجود فقط اساطير من قبل محمد رسول الله؟ اذا واضح السؤال بس الميوت من عندك تعمله الميوت ابو الحكم ما سمعنا ولا شيء. ابو الحكم عم تسمعني حبيبي؟ يظهر صورة ابو الحكم. انا سامعك عفوا كنت ضغط شو اسمه طلب من اختنا ريمان فقط توزع اللينك. انا راح اوزع ولا يهمك، اعطيه واحد ابعثه لنريمان حتى هي كمان توزعه. عيد ولا السؤال ولا يهمك. على كل انت سمعت السؤال؟ لا يعني سمعت نصه انه انا راح اقرا لك السؤال مره اخرى. عم بيقول إن كان محمد رسول الله ليس له معجزات وهو آخر الأنبياء فهل يمكن جزم أن كل الأنبياء قبل الرسول هم ليسوا لهم وجود فقط أساطير من قبل محمد؟ آه سؤال جميل يعني. طبعا مثل ما نعرف أنه محمد ما كان عنده أي معجزات يعني ظاهرية مثل ما يقول هذا، يعني حتى القرآن ذكره إن أنا إلا بشيرا رسولا وما سنكن لهم بشرا ونذيرا، يعني قل أنا بشر مثلكم إنما يوحى إلي، يعني هيك آيات كان لما يطالبوا بإعجاز ما كان يقدر يسوي. طبعا الأديان الأخرى ممكن تكون موجودة اليهودية والمسيحية، ولكن نفس الشيء يعني هو لا يتوقع عندنا جواب آخر، يعني هم كلهم مدعين. ولا أنا لا أصدق أن موسى فلق البحر نصين ولا المسيح صح الموتى أو هكذا أشياء نحن لا نؤمن بها، يعني نهائيا لا نؤمن بهذه الأشياء كلها أساطير الأولين مثل ما قال القرآن. يعني إذا كان الإسلام أو اليهودية أو أي دين آخر كلها ادعاءات ولا نستطيع ان نجزم بذلك، يعني اذا كان محمد او موسى او عيسى او اي نبي اخر يعني كلهم فقط يعني جايين يتكلمون بدون اي دلائل، والاشياء اللي يذكروها هي طبعا الاشياء اللي قبل من 1400 سنه فيها اختلافات كثيره، فكيف اذا بالمسيحية واليهودية اللي أقدم من الإسلام بكثير، يعني المسيحية أقدم ب600 سنة، اليهودية ب3000 سنة أعتقد، فإحنا ما نصدق هذه الأشياء ولا المعجزات اللي يقولوا عنها، لأنه المعجزات الآن ضروري هاي المعجزات تبين في الوقت اللي منتشر الملحدون يعني انتشار كبير، فلازم إثباتات الإله يبين في الآن وليس في الماضي، الماضي كله كلام يعني. أشكرك أخوي أبو الحكم وأصدقائي، مثل ما قلت يعني نعتذر، أنا شايف الحلقة لازم نسميها حلقة اعتذارات يعني. أعتذر أصدقائي مرة أخرى يعني الخلل الفني من دعاء الصلاعمة، وعلى كل يعني دعاء الصلاعمة يبقى دعاء مستجاب في نظرهم ولا يهمكم، يعني مهما يعني أجيب بدعائكم نحن سنكرر وسنكرر، مثل أبو قرصانة يا ريت يكون معنا أبو قرصانة قال يعني أنت ما مليت من نفخ في القرب المقطوعة ولا القرب. على كل انا لا امل ابو قرصانه، خليه يدخل يسال. يا ريت على كل ما بعرف اذا هو موجود ولا لا. اشوف اصدقائي
العندليب جاه. مين العندليب؟ انا ما اعرف مين العندليب يعني، بس العندليب العراقي، اهلا وسهلا العندليب العراقي. هذا الشخص المسلم اللي بارحة كان يكتب تعليقات. كان عم يسب؟ لا لا، شوي شوي غلط، بس ابعدته 5 دقائق ورجعته. اتمنى ما يسب يعني، ونحن ما راح نسبك اذا ما سبيتنا يعني، وحتى اذا سبيتنا ما راح نسبك. نريمان، نريمان عم تقول لي ولا يهمك، نحن هنا لهم بالمرصاد. نريمان حبيبتنا، يا ريت توزع الرابط، لانه انا شوي عم بحكي مع بالحكم فبنشغل شوي. يا ريت يا ريت اذا بتقدروا توزعوا الرابط لاصدقائي حتى نرجع ترجع الحلقة. بصراحة يعني احترنا نحن بدعاء الصلاة يعني، كيف يعني نواجههم. على كل دعاء مؤقت فقط، يعني تأثير بسيط جدا. الإله مو قوي بالكفاية يعني. بالضبط. طيب خلينا نروح على السؤال الثاني يا أخوي أبو الحكم. السؤال بيقول يعني كيف تعامل محمد مع أعدائه أثناء الدعوة والهجرة وبعد السيطرة على مكة؟ يعني أثناء الدعوة بالبداية، بعدين لما هاجر، وبعدين لما رجع على مكة، كيف كان يتعامل مع أعدائه؟ تفضل. طبعا من المعروف انه محمد في البدايه لما كان ضعيف كان يدعو كله بالسلم، يعني الايات السلم مشهوره جدا، فادعو الى رب سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه، يعني وجادلهم بالتي هي احسن، ويعني شفتهم يتكلم في حديث يسبون الله اتركوهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وهكذا آيات، يعني بس ينذرهم بالعاقبة من القيامة. ولكن عندما محمد سيطر، يعني أسس الجيش من الصعاليك في لما كان بالطائف بالمدينة، هنالك اختلف الوضع، وخصوصا عندما سيطر على مكة. لما سيطر على مكة ما في يوم ارحميني مثل ما يقول، يعني احنا راح نذكر بعض الاسماء اللي قال عنها محمد، مثلا اقتلهم حتى لو تستروا باستار الكعبة، مثلا اشخاص مسلمين يقولوا في معركة في فتح مكة قال اذهبوا وانتم الطلقاء، هذا الكلام غير صحيح. هو في اشخاص معينين قالوا اقتلوهم حتى لو تستروا باستار الكعبه، يعني حتى لو مسكوا استار الكعبه كان عندهم حتى في الجاهليه مثل ما يسموها الجاهليه قبل الاسلام، اذا واحد مسك ستار الكعبه لازم ما تضرب ولا تقتله. يعني محمد استباح دمهم في اي وقت واي مكان، وفي الاشهر الحرم مثل ما يقول اللي كان فيها عند قبل معابدي الاصنام كان عندهم حرام واحد يقاتل في الاشهر الحرم، حتى احترامه ما بقى لهذه الاشهر الحرم. يعني محمد، خلينا ناخذ اتصال ونرجع للاسئله يا اخي ابو الحكم. تفضلي اختي، تفضلي معك. مساء النور جان. مساء الخير، مساء الخير. انا هذه ثلاث مرات اتكلم، بس انا لم اعطي الاسم، لازم يعني تكون عندي اسم باش نتعرف على بعض. انا اسمي شهرزاد. شهرزاد، اهلا وسهلا شهرزاد. اهلا بك. نرحب بالضيف ابن كثير، وان شاء الله يكون هو ثاني بخير ان شاء الله. اكيد اكيد، ولا يهمك ولا يهمك. انا المداخله فيها بعض الاسئله ممكن تكون يعني بديهيه، بس حاليا انا شويه مش مفهومه، يعني انا في القران شويه، انا في العربي، القران العربيه تاع القران شويه صعبه عليا. من هو ذو القرنين؟ ولماذا ذكر في الايه؟ مش عارفه يعني، هي في سوره الكهف مع الشمس، واظن لكان كنت انا عندي يصحح لي ابن كثير. تسمعني جان؟ نسمعك، تفضلي تفضلي. نحب يعني نفهم ما هي قصة ذو القرنين. تمام تمام. عند غروب الشمس وتغرب في عين حمئة، وهي عين حمئة، وعلى ما أتذكر أنه فيه قوم
في قوم في هذه العين الحمئه ولا يعني هذا انا يعني مخلطه. في قول قوم 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 لا ما اظن يعني الحكايه فيها قوم، يعني هو بس كان يشوفها تغرب فكان يفكرها انه وتلمع لا تصير حمراء في فيفكر صوت انه مثل بير في بغط عين البير. حمئة وهي طين سوداء. سورة الكهف آية 86: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تؤخذ فيهم حسنا. ما فهمت ولا شيء. ابن كثير سمعني؟ أكيد سامعك ابن كثير. انتظر تكملي سؤالك واجاوب عليه. اوكي، هذا سؤالي الاول ذو القرنين. السؤال الثاني، لا يذكر في القرآن، يعني مش سؤال هذا، يعني ملاحظه، لان القرآن لم يذكر السفر بالجو. ما دام هو نبي يوحى له، ليش الله ما فهموش انه يجي يوم ويكون فيه طيارات؟ يعني هدر على البر والبحر. يا اختي يعني دخيلك كل هذا اللي شفناه من المعجزات وما اخبر، اذا الحمار طيره طلع البراق يعني كيف ما اخبر؟ يعني انا هذا السؤال مطروح للمسلمين. صحيح يا صحيح. مسلمين، لماذا تغطوا عين الشمس بالغربال؟ هذا القرآن يتكلم عن البر والبحر. خلاص انا بهذه يكفيني، انه ما فيهش كفايه، من ما فيهش معجزه. انا عندي هذه، ما هدرش على الصواريخ، ما هدرش على الطائرات. هذا يعني هذه ملاحظه. وعندي ملاحظه اخرى، انه داعش لا تمثل الاسلام. هذه ثاني انا يعني تنرفزني. داعش بالاحصائيات 2015 مع السعوديه قامت بالقصاص وقطعت رؤوس، العدد يفوق عدد رؤوس داعش. صدقيني اختي، انا يعني اذا انا بالنسبه لي رايي الشخصي جد داعش لا تمثل محمد او الاسلام، لانه الاسلام لا يمثله الا محمد. وداعش كل هالجرائم اللي شفناها لم تقترف نصف الجرائم اللي اقترفها محمد. في الاحصائيات السعوديه اطاحت رؤوس وقطعت رؤوس، عددها اكثر من عدد قطع الرؤوس من طرف داعش. صحيح صحيح. هذا يعني هذه نقطه. وداعش يعني هي في بالها انه السعوديه دوله مسلمه لانها تطبق الشريعه، والبلد اللي ما تطبق الشريعه راهي بلاد كفر. ولو كنا مسلمين، الجزائر، تونس، المغرب، موريتانيا، ليبيا، مصر، احنا بلد كفر ما لا تطبق فيها الشريعه. يعني هذو حوايج اللي أثاروا يعني انتباهي. غرانيق العلا، ما معناها؟ انا لا افهم شيئا في غرانيق العلا. هذا ثاني احب شرح لهذه الكلمه، غرانيق العلا. هذا هما النقاط اللي عندي يا جانب. تمام شهرزاد، انا بشكرك كثير شهرزاد، وبتمنى مثل ما بقول تواصلك دائما دائما متابعه وفيه، اكيد ونستفاد اكيد اكيد ونرتاح على 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 ما افهم اشياء، ارتاح اكثر، لانه مهما كان فيه خوف، فيه تأنيب، فيه ممكن احنا غلطين، ممكن ما، لكن مع الوقت انا استوعب انه شيء، يعني انا الشيء اللي حيرني ليش المسلمين حاطين صباحهم في ودنيهم وما شايفينش ولا شيء. هو نفس الشيء اختي المشكله نفس الشيء، يعني المشكله كل الملحدين الموجودين كانوا مسلمين وكانوا يفعلوا نفس الشيء واحتاجوا لنفس الخطوات. يعني بالبدايه حطوا اذنهم ولكن الصوت علي، شالوا يعني شي حطوا اصبعهم باذنهم، بعدين شالوا، بعدين صاروا يفكروا، بعدين صاروا ملحدين. وحتى يعني كما اسمع، يعني ساعات اسمع الفاها اللي يقول انه دكتور، مي يعني وصلت لدرجه من العلم وراك تقول انك جراح وقريت
بصح، لكن تجي تقول انه الاسلام دين حق محمد وحبيبي و... لو كمان اختي اختي يعني السيد طه، السيد طه هلا يعني نحن انا ماني ضده كشخص وماني لا شخص يعني، احنا بس ما ضد بس بس انا قبل ما نفهم هذه قضيه الاسلام انه خرافه، كانوا العرب يكرهون اليهود. انا في مجتمع يعني عندي تواصل مع اليهود، دائما نجاوبهم باللي حطوا نفسكم في مكانهم، لو انت ولدت في مجتمع يهودي تحب ان العرب يكرهوك؟ لا انا ما نكرهش اليهود وعمري ما راح انكرههم ما داموا انسان لا يديني جوجمون، يعني جوجمون فو ولا يهمني يعني صحيح يهودي صحيح. ولا يعني انا قصدي بطه، انا قصدي بطه انه هو دكتور كانسان ما علاقه فيه، ولكن كطبيب انا يعني بصراحه هو وطبه كله لا يسوى قشه، تبع يعني قشه مثل ما بقول. ليه؟ قال لك ليش؟ لانه هو شخصيا قال لي انه، قلت له انتوا لما درستوا بالطب يعني شو درستوا؟ نظرية التطور؟ قال نعم درسنا، ولكن قالوا لنا ليست حقيقية. يعني تصوري الجامعة اللي عم بتدرسه الطب عم بتقول له نظرية التطور ليست حقيقية، يعني ندرسها بس ليست حقيقية. حواء وآدم اللي أجدادنا فخار يعني هي الحقيقية، فشو بده يطلع من هيك دكتور يعني؟ هو يفسر في الحصة الماضية مع فيها مشاركة اسمها رنا على ما أظن، سألت سؤال من هي المرأة ومن هي الرجل، وهو يعني احنا نقولوا بالجزائرية خشن في راسه يعني، ويشرح على انه ايه فيه ماء للمرأة وفيه ماء إذا دكتور عم بحكي هيك، كيف ماء للمرأة يعني؟ إذا دكتور عم بحكي هيك يعني، حيش السامعين أنا دكاترنا بلا ما نقول الكلمة يعني، ما راح أحكي يعني بصراحة. ما بدي يعني هذا الطبيب، أنا اللي جنني أنهم يعني وصلوا لدرجة من العلم يعني. وكاين حاجة أخرى ثاني، في رمضان يحاولوا يقنعوا باللي الصيام فيه فوائد. يا سلام على الفوائد. لا جو سوي ديزولي، انا متاسفه، رمضان ما فيهش فوائد، وخاصه للصغار وللكبار يعني في عمر ما. والصيام ما فوق 3 ساعات مضر يعني الفيزيولوجي، الجسم فيزيولوجيك ما يعني فيزيولوجيا ما نعرفش نعبرها بالعربيه، في يصبح فيها اضطرابات بعد 3 سوايع، بعد 3 ساعات. صحيح صحيح. وهي الصيام يعني بانه الصوم صحي ولا مش ممكن، والجهاز الهضمي في النهار متوقف وفي الليل يشتغل، وفي الليل عندنا انزيمات احد اسباب هرمونات مختلفه على الانزيمات والهرمونات تاع النهار. اختي احد اسباب القرحه المنتشره في بلادنا هي الصيام يعني. يعني مثلا والدتي كانت تصوم الاثنين والخميس، فمعها القرحه، واحد اسباب القرحه الصيام يعني. هذا على نسبه الحمض الكوليغيدريك، الاسيد كوليغيدريك، انا ما بعرفه بالفرنسيه. هذا الحمض المعده تفرزه، لكن ما فيش اكل، ما فيش بالضبط بالضبط بالضبط. كانك الحمض ياكل الجدار الداخلي للمعده، صحيح هذا يعني ابسط الاشياء. الماء في 40 درجه في الصيف، وتصوم 12 ساعه ولا 16 ساعه بلا ولا قطره ماء، وتقول لي رمضان مفيد للصحه؟ لا انا في هذه انا يعني في عقلي، لكن عقلي هذا لكن شوي راح يطير مع لا 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 يعني لا يطير، ويعني ما يستاهل اصلا يعني هالخرافات تطير عقولنا نحن. لا شيء يعني شيء ما يدخلش العقل، بس هما يدخلوا فيه وقانعين، ويعني معزه ولو طارت معزه لو طارت بالضبط. طب انا بشكرك اختي شهرزاد، و اهلا بكم، وان شاء الله يكون
ابن كثير ما طولتش عليه ويجاوبني، خاصة غرانيق العلا اللي ما أفهم فيها ولا شيء. تمام شكرا كثير، شكرا، باي باي. أخي أبو الحكم تفضل. طبعا أنا سجلت النقاط اللي ذكرت الأخت شهرزاد، راح أحاول، لأن هي ذكرت 6 نقاط راح أحاول أختصرهم، راح أحاول أختصر الأشياء اللي ذكرتها الأخت شهرزاد. أولا قصة ذي القرنين، على أساس هذا ذي القرنين أنا طلعت فيها حلقة مع الأستاذ، إنه ذي القرنين على أساس كان شخص عابد متعبد، وكان يعني وكان إنسان حكيم على أساس، وقيل إنه عنده سموه ذي القرنين لأنه عنده قرن، وقيل أيضا إنه سموه ذي القرنين لأنه عنده قرنين، هذا كلام علي بن أبي طالب، على أساس كان يدعو قومه إلى العبادة وش اسمه، يعني كلام الشمس اللي تطلع في عين حمئة تغرب في عين حمئة، يعني هاي قصة طبعا هي مضحكة، يعني على أساس تدخل الشمس بعين لازب مثل ما يقول طيني، يعني الشمس على أساس يغرب في مكان فيها مآسن وطين يعني تغرب هناك، ويعني هذا كان التفكير الإسلامي، ولما تجي تحاججهم فيها علمين يقول لك وجدها، يعني يقصد انه هو شافه، يعني ذو القرنين هو اللي شافه انه تغرب بعين حمئه، يعني واصلا الحديث جسمه معروف، يعني حديث محمد مع ابو ذر، لما سال ابو ذر قال له اين تغرب الشمس يا رسول الله، قال له تذهب لتسجد للرحمن حتى يأذن لها تخرج يوم الثاني، يعني هذا كلام مضحك صراحة، إنه الشمس تسجد إلى أن الله يأذن لها. طيب يعني منطيها كارت بلانش بشمال السويد مثلا اللي فيها 6 أشهر كله شمس، يعني منطيها كارت بلانش بالسويد، ولكن الدول الأخرى في أماكن أخرى حتى في السويد والنرويج إنه كله ليل، يعني إذا يعني هذول غضب عليهم مثل ما يقول هذا خلال 6 أشهر، يعني يفكروا يا مسلمين بهذا الكلام، انه محمد كان يفتي في كل شيء، حتى واحد لما تمرض وقال له معدتي توجعني قال له خلي ياكل عسل، يعني اخر شيء اختصر القصه انه اخر شيء قال له اخويا مات، يعني 3 مرات وكلوا عسل قال له مات، قال له صدق الله وكذبت بطن أخوك، يعني بدل ما يقول له أنا غلطان متأسف بقية بحياتك أخوك مات، قال له العسل مذكور هو زين بالقرآن، خلص هو زين حتى لو أخوك مات مو مشكلة، كذب بطن أخوك، القرآن العسل هو مفيد. يعني أما قصة السفر بالجو طبعا اللي ذكرتها الأخت شهرزاد، فعلا يعني القرآن ما ذكر أي شيء عن لا يعرف شيء عن الجاذبية وعن الكون ولا أي شيء ولا أي معلومة، دائما كان يذكر السفر عن طريق البر والبحر، طبعاً القصة الوحيدة اللي مثل ما قال الأخ جان، القصة الوحيدة هو البراق اللي طار بها رسول الله، اللي طار بالبراق واخترق القانون الجاذبية وشافنا أجنحة تقريبا بكبر أجنحة النسر، النسر أصلا هو تعبان بالجناح تبعه وهو يشيل حاله وينزل حاله، يعني كيف ببراق يطير وعليه شخص كمان، يعني الوزن وزنين مثل ما يقول، ويطير ويخترق قانون الجاذبية. وطبعا هاي إذا نحكيه يعني لطفل إذا تحكيه يضحك عليك، طفل الأول الابتدائي تحكي له هالكلام يضحك عليك، يعني هو يصير عنده معلومات بسيطة عن الكون وعن الجاذبية. فمحمد فعلا لم يذكر هذا الشيء لأنه لا يعرف عنه شيء، ولا ذكروا الدين اللي قبله ولا اللي قبله، دائما الأديان الأخرى تذكر السماوات والأرض، السماوات والأرض يجعل السماء واحد والأرض واحد، لكنه إحنا كلنا منظومة وكلنا موجودين في هذا الكون الفسيح، يعني إذا كان الأرض، القمر، المريخ،
انت لما تسافر على المريخ راح تشوف الارض مو تحتك، راح تشوف فوقك، لانه الكون هكذا يعني، فما في شيء اسمه سماوات وارض يعني. فهو معلوماته خفيفه جدا محمد عن عن الكون، ولا يعرف شيء اصلا. اذا كان سرق بعض الاشياء عن الاديان الاخرى، فلما ما يجي ذكره بالاديان الاخرى طبعا ما يذكرها، لانه لا يعرفها ولا كانوا يعرفوها قبل يعني. اما قصه داعش اللي ذكرتها الاخت، طبعا داعش تمثل الاسلام 100%، لانه داعش طبق الكتب ابن تيميه خصوصا، ويذكرون الاحاديث بالتفصيل. والدليل على هذا الشيء حكام السعوديه والازهر لم يكفروا داعش نهائيا، لم يقولوا عنهم انهم كفره، بل قالوا انه فاسقين خارجين عن الطريق، او ليسوا كفره ولكنهم خطانين بعض الاشياء. حتى لما يذكر وجهي غنيم يجيب اسم داعش يقول اخوتنا المجاهدون في الدوله الاسلاميه، يعني يذكرهم بهكذا ذكر يعني. يعني هم يمكن عندهم اختلافات بسيطه معهم، ولكنهم مساندين لهم بالوجدان يعني، ويتمنوا ان ينتشر داعش عندها تتحقق اغراضهم يعني. القضيه الاهم اللي ركزت عليها الاخت شهرزاد قضيه الغرانيق العلا. طبعا قضيه الغرانيق العلا، تلك الغرانيق العنا وان شفاعتنا لترتضى، قالها محمد في يوم من الايام كان يصلي، اراد التقرب من الـ من الـ يعني من الـ اللي يعبدون الاصنام، فذكر آلهتهم بخير مثل ما يقول. فعلى اساس انه لما جاء اللوم من اصحابه، فقال يعني الشيطان ألقى في أمنيتي وقلت هذا الكلام يعني. فهاي الكلام الشيطان هو اللي قال لي. لعد شلون تقولون إنه الشيطان ليس له قدرة على الأنبياء؟ وكيف إن الشيطان محمد أسلم إذا أنتم تدعون إنه قدر إنه يوحي إلى بآيات ليست من الله مثل ما يقول؟ وهي الشهب اللي تضرب في السماء، ليش تضرب؟ عندما يتقربون الجن والشياطين يتسمعون الى الملائكه لما ينزل الوحي، ليش ما قدر يحفظه لما وصل لمحمد يعني؟ الغرانيق طبعا هي نوع من الالهه. اخت شهرزاد والاخوه والاخوات المشاهدات، الغرانيق العلا هي نوع من مثل هبل ومنات الأصنام اللي كانوا يعبدوها. وصفها محمد، قال إنه تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتنا لترتجى، يعني اللي يدعي للغرانيق الآلهة الأصنام شفاعة فيها شفاعة يعني. هذا بالإسلام يسموه الشرك، فالشرك يعني يكون في قعر جهنم اللي يشرك بالله على أساس يعبد من غير الله أصنام أو أشخاص أو أي شيء، وعلى أساس أنه الشيطان أو حالة لهذا هذه الآيات يقولها، ولكنه ليست من الله على أساس. ومحمد غير رأيه، وكثير من الآيات محمد كان يقول عنها نسخت لأنه كان ينساها ولا يتذكرها يعني. حتى أحد المرات قالوا يا رسول الله البارحة قلت لنا سورة لم نتذكر منها غير بسم الله الرحمن الرحيم، تركهم وراح راد يتذكر، ما ذكر رجع عليهم قال نسخت، يعني خلاص ببساطة نسخت، لأنه هو ينسى، كان معروف يعني بالمرض اللي كان عنده، كان كثير النسيان، يقول شيء وينساه بعدين. وأما الدكتور طه، طبعا الدكتور طه أنا جلست معه في مناظرة يعني، ما كان مخطط أنه أنا أكون موجود، ولكنه يعني مثل ما يقول غصبنا هو، لأن جاب أصحابه معه. فالدكتور طه يعني غريب عجيب، أنه في أثناء الحلقة قال حكمة أعطاني بعض الأحاديث
لم اكن اتوقعها موجوده في الاسلام، وانا مصدوم من هذه الاشياء اللي بعت لي الاخ حكمه مشكورا هكذا قال، ولكنه لا يغير رايه. وليش؟ لانه يخاف يخسر وظيفته. انا متاكد هو عنده شكوك في داخله، ولكن يخاف يخسر وظيفته، يخاف من ردود الفعل اللي تيجي عليه اذا اعلن الحاده مثلا. فهو يحاول يرقع بالاحاديث والايات ويسويها توصل للاسلام. اما رمضان يعني معروفه انه على كل انا بشكرك اخوي ابو الحكم. يعني بالنسبه للسيد طه، هو انا بكل ثقه اقول انه انسان جاهل بكل معنى الكلمه. يعني لما فكر حاله دكتور وجاي يناقش وشيء، وشفنا المناظرة بينه وبين الدكتور جورج بول، يعني أحاديث لا يعرفها، وحتى بالطب لا يعرف شيء الكثير. يعني للأسف الشديد وضح أنه بأول 10 دقائق، قال أنا أتنازل للعشر دقائق الأخيرة للأستاذ جورج. يعني فهو واحد جاهل، ولكن هل 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 التعنت، او خلينا نقول المكابره والتقديس والقدسيه اللي حاطين على مساله الاسلام، واللي متربي فيها هو وكلنا تربينا بهالتقديس هذا، هو الحاجز اللي يمنعه يفكر بشكل واضح ويفكر بشكل منطقي على الاقل. فانا يعني انا اوصف الدكتور طه وخليه يسمعني، وانا ما عندي اي مشكله بالدكتور الجاهل، هذا يعني اقصى ما يستحق يعني الدكتور طه. على كل خلينا نشوف اسئله اخرى اخوي ابن كثير، ابو الحكم ابن كثير. في سؤال عم بيقول: لماذا لم يتزوج محمد غير خديجه في حياتها؟ تفضل. يا ريت ترفع الميوت وتتكلم، تفضل. عفوا نسيت. طبعا زواج خديجه من محمد قصته معروفه، هي اصلا زواجاته كلها يعني فيها تساؤلات وشاذه مثل ما يقول، لو يتزوج وحده اكبر منه، لو يتزوج وحده اصغر منه بكثير جدا. فهو تزوج خديجه كان عمرها 25 سنه وهي كانت 40 سنه. ف هي كانت تاجرة وكان يشتغل معها يعني تحت إيده يشتغل، فهي يعني ما أعرف مين أغرى مين. المهم نظر إلى فلوسها وعلى الأكثر واهتمت به شوية فتزوجها. قصة الزواج معروفة، أنه سكرت أبوها وذكرها الشيخ محمد حسان بالتفصيل كيف سكرت أبوها بطريقة وضيعة حتى تخلي ابوها يقبل بالزواج. فخديجه كانت مسيطره ولها الكلام الاول والاخير، وهو كان يخاف منها، لا اقول يحترمها، ولكن كان يخاف منها ومن سطوتها، لانه هي طابخه المساله وهي ابن عمها ورقه بن نوفل. لما قالوا له لما قال قالوا لي اقرا، شخص جاري قال لي اقرا، قلت له انا ما انا بقارئ. لم يذكر له انه هو نبي، ولكن خديجه هي اللي قالت عنه انه نبي. فهي هو خايف يعني بحياته يعمل هذا الشيء ويتزوج عليها، ممكن انه يعني تحصل له تكشفها او تفضحها بين القبائل. فهو انتظر الى ان توفت. لما توفت ما قصر، يعني مثل ما نعرف ما خلى واحده تعتب عليه مثل ما يقول، فزوج الكثير الكثير. انا اشكرك اخوي ابو الحكم. انا بدعو اصدقائي انه يشاركونا اللينك في الجروبات، يعني حتى يصل اكبر عدد ممكن من الاصدقاء. أعتذر كمان مرة أخرى للعطل الفني اللي صار. طبعا أتمنى من أصدقائنا كمان ينشروا لينك الحلقة القناة هاي، لأنه قناتنا الأولى تسكرت مثل ما بتعرفوا، ويعني بدنا نرجع
الشباب اللي ما مشتركين معنا يعني ما بيعرفوا، ففي كثير ناس بيسألونا دائما وين قناتك هذيك، وين قناتك، بنقول لهم في قناه ولا، فيا بتمنى من الاصدقاء انه يوزعوا الرابط حتى يصل الاصدقاء البقيه اللي ما اللي ما بيعرفوا شو القصه، شو انطبخ لحد الله، مفكرين توقفنا يعني. ابو الحكم خلينا نشوف سؤال اخر، اذا بيقول ما هو اثبات ان محمد كان مريض بمرض صرع الفص الصدغي؟ يا ريت يا ريت تشرح لنا اياها ابو الحكم، تفضل. طبعا مرض محمد بالفص الصدغي يعني هي كانت واضحة عليه من طفولته، وشرحنا هذه في حلقة خاصة يعني شرحنا فيها عن الوحي، وتطرقنا إلى مرض محمد. محمد كان وهو في عمر الرابعة والخامسة كان يذكر قصص غريبة عن الـ عن الـ شو اسمه يعني على الـ الأشخاص، شخصين جوي عليه، و القصة معروفة وحكيناها انه فكوا صدره وطلعوا قلبه وغسلوه بماء من ذهب، بقص من ذهب عفوا، وغسلوه بماء زمزم مثل ما يقولوا، طلعوا العلقة اللي فيه ورجع دخلوا وخيطوا له اياها، يعني اشياء مضحكة صراحة يعني نسمعها. فمن كان هو صغير كان يشكو من هذا الشيء، وعنده تجنب الناس دائما، كان يحاول يتجنب الناس حتى لما ياكل يشرب يصيحوا له يلا يجي، يعني كان ما عنده يعني اهتمام، وكان مهمل من طفولته، تركته امه، ومثل ما يقول يعني ولد يتيم الام والاب مثل ما يقول، ولو كانت عايشه امه. فهالشيء يعني المرض استفحل به لما كبر، صار عمره 40 سنة. في هذا الوقت مثل ما يقول المرض يبدأ خفيف شوي شوي يثقل على البشر إلى أن يقتله يعني، فهو طول وياه إلى أن عبرت 60 سنة يلا مات، لكنه الأعراض كانت موجودة عنده من طفولته وإلى أن كبر وإلى أن ادعى النبوة، ومثل ما حكينا القصة يعني. أشكرك أبو الحكم، بتمنى إذا في أصدقاء عندهم أي أسئلة، خلينا بس نروح نشوف اليوتيوب إذا في أي أسئلة من الأصدقاء. عزيزي الأصدقاء نازلين محادثات ونسيانين الأسئلة. طيب يعني حلو، عند في سؤال، ما سر الأخ نيم عم بيقول جان سؤال، ما سر أفخاذ عائشة في نشر الإسلام؟ أبو الحكم تفضل. أفخاذ عائشة يعني محمد كان دائما معروف أنه ينام على أفخاذ عائشة، يعني هي صغيرة ومثل الطفل يعني يتمدد على فخذه يعني، كانت تفليله كمان. يعني طبعا يعني عائشه، وصرت تعلقه بعائشه لانه هي كانت طفله وما فاهمه اي شيء مثل ما يقول، وعنده هذا المرض البيدوفيل مثل ما يقولوا، مريض كان لو يحب الوحده كبيره لو صغيره، كان متعلق بعائشه، وعائشه كانت مثل ما يقول كان عندها القصص اللي تحكيها حلقات سكس، كان يعني تحكي كل شيء يدور بينه وبين محمد، يعني حتى قصة الرضاعة وكيف كانت هي ما كانت رضع لأنه ما كان عندها أولاد، لكن كانت تستعمل الخدعة الشرعية. بالحكم أظن 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 الأخ نومان نونيم كان عم بيقصد أفخاذ خديجة مو مع عائشة، أظن أنا قريت ما بعرف، سمعت مني عائشة انت الافخاذ الصغار انت عاجبينك؟ لا هي عائشه فعلا همنا كان يحط راسه على فخذه، ولكن قصه انا يعني استغربت من السؤال، ولكن هو قصه يقصد بها خديجه اكيد، لانه خديجه
معروفة القصة لما حكينا انه كيف بشرتها انه نبي، سوت له اختبار قبلها، قالت انت ترى الملائكة؟ قال نعم ارى الملائكة. قال لها تعالوا اقعد على فخذي الايمن. فجلس، جلس على فخذه الايمن، قال هل ترى، هل ترى الملائكة؟ قال نعم. ثم جلس على فخذه الايسر، قال هل ترى؟ قال نعم. يعني انا ما اعرف، حتى ولد صغير ما يعمل الحركة. بعدين قعد بين فخذيها يعني في حجرها يعني مثل الولد الصغير، قالت هل ترى؟ قال نعم أرى. بعدين آخر شيء فكت الخمار من رأسها، قالت له هل ترى؟ قال لا. قالت ابشر فأنت رسول الله، لأنه الملائكة لا ترى مرأة مكشوف يعني مكشوف شعرها. طيب السكس اللي عملته قبل شوي، يعني قعدت على فخذها الايمن والايسر وبين رجليها، يعني اكيد لما تقعد يقعد بين رجليها اكيد ترفعي ثوبك حتى يقعد براحته، يعني مثل ما يقول. فكيف هذا الشيء الملائكه مهتم انه رجل وامراه ملتصقين بعض بينما شاف الشعر، مثل ما عرض الاخ جان في يعني بعض بالفيسبوك، عرض وحده حاطه ربطه براسها ولابسه ميكرو جيب مثل ما يقول فوق الركبه، وفيهن اياديهم كلها طالعه، المهم اللي يخبوا وصدرهم طالع، المهم يخبوا شعرهم حتى لا يتعلقوا يوم القيامه من شعرهم، يعني مثل ما يقول. فيعني هاي قصه معروفه انه هي بشرتها على اساس انه هو نبي، يعني قبل وذكرناها هي اللي بشرته النبي قبل جبرائيل. وهذا سؤال محير فعلا، والمسلمين ليس لهم إجابة على هذا السؤال، كيف هي تبشر بنزول الوحي والوحي نفسه لا يقول له إنك نبي؟ يعني هو يعني لو في شيء من الصدق، لو في شيء من يعني مو كله تلفيق وخرافات وتفاهات، يعني مثل ما قلت، يعني كان لما اجى عليه قال له اقرأ، قال له ما انا بقارئ. طيب ليش الله لما اللي بعث جبريل ما بيعرف انه ما هو بقارئ؟ يعني فليش يصمم ويقول يرجع له اقرأ يقول له ما انا بقارئ، ويقول يرجع يقول له طب ما بيعرف الله انه هذا ما هو بقارئ؟ ليش يعني التصميم هذا على انه ما هو بقارئ؟ خلاص عم بيقول لك ماني بقارئ، ما بتفهم يعني. لا بعدين قال لك، عفوا قال لك، قال له ثلاث مرات اقرأ ما انا بقارئ، قال له عاد منطيزي تريد تصير نبي؟ يعني اقل شيء. طيب اقول له انت نبي، انت ابن الحلال، انت صحيح امي، بس انت نبي لهالامه، يجيب بهداوه، يجيب مو يجي خوف ولا سلامه، راح مرعوب لعند خديجه زملوني شوفي الله بيعت لعندي جبريل. طيب الله بيعت وانت نبي، وانت نبي هالامه، يعني ليش خايف؟ بعدين يجي تعب بروك على فخذي الايمن، بروك على فخذي، ويتكشف فخذه وما تكشف فخذه، شو هالاله وشو هالتجربه حتى يبين نبي؟ يعني انا بتمنى من اصدقائنا المسلمين اللي يفكروا شوي بهالتعبير هذا، انه شو يعني الله لما بده يبعث واحد نبي وبيعرفه نبي، ما بيقول له انت نبي اقرا، انا ما انا بقارئ. طب الله لازم يعرف انه قارئ ولا ما انا قارئ. يعني على كل ناخذ سؤال اخر. ابو الحكم محمد، يظهر حلقتنا كلها على محمد، يعني صايره محمد، يعني ليش كان منعزل في طفولته برايك ابو الحكم؟ منعزل عن الناس، عن كل شيء تقريبا، حتى صار الدعوة، لما صار دعوة صار نبي، صار يعني يتعامل مع كل الناس فجأة. هذا يعني سؤال جيد صراحة. محمد مثل ما يقول هو من طفولته كان مثل ما يقول ما حدا رباه، يعني ربوه حليمة السعدية هي اللي ربته ورضعته، وعاش معه يعني كل سنوات، كل فترة وأخرى كانت أمه تقول عليه طلة وتتركه وتروح، وتحاول تقنع الناس انه هذا نبي مرسل وظهر النور من بين فخذيها مثل ما يقول،
أضاء بصرة والشام يعني. فهو كان منعزل لأنه كان عنده هذا المرض يعني، كان مسوي له عقدة بحياته يعني، حاول يتجنب الناس حتى لو كان عمره، احنا ذكرناه في سيرة محمد من الألف إلى الياء، وصلنا إلى تعهد به عمه أبو طالب، فكان دائما يحاول يتجنب حتى لما يجي الأكل والشرب ما كان يقدم على شيء، لأنه عنده إحساس النقص. همينة عنده لا أم ولا أب فوق راسه مثل ما يقولوا موجودين معه، أو مثلا والمرض اللي فيه مرض صرع الفص الصدغي، فهذا الشيء كان مثل ما يخليه يستحي. حتى خديجة كانت يعني لما يروح للغار، كان قبل ما يصير نبي يروح الغار حراء مثل ما يقولوا كهف، هو كان دائما يضم حاله هناك يعني مشان يتجنب الحالة اللي الناس يشوفوه، الحالة اللي يمر بيها لما كان يصاب بالصرع، يتقلب وجسمه وشه يزرق، واحتمال كان تطلع يعني الزبد او الوغف احنا نسميه من فمه، فكان يحاول ما يظهر الشيء للناس. هذا كان سبب انعزاله عن المجتمع، ولكن لما تطور عنده المرض وادعى النبوة لما اقنعته خديجة، فذاك الوقت تخيل انه جاء نزل عليه وحي، فمثل ما يقول حتى أضرنا حلقات عن اشخاص حاليا عندهم نفس المرض، قالوا احنا يعني يوحى الينا وجتني ملائكة، هو اصلا لا يعني شخص عادي ويشرب بيرة ويلعب بليارد، ولكن يقول انا متأكد من هذا الشيء اللي احكيه، انه جاني شخص والإله حكى معي. فهذه أمراض مصاب بها العظماء يعني من قبل محمد، فهذا الشيء كان عازل على المجتمع، ولكن مستقبلا لما مثل ما يقول يعني اعتقد أنه عنده احتكاك مع ملائكة من السماء اللي هو جبريل، فذاك الوقت تشجع وكانت تسانده خديجة بهذه المسألة. أشكرك أخويا بالحكم، بس في عنا سؤال من الأخ أظن Just Think، عم بيقول: يا جان، في آيات تحلل الدعارة وأيضا القبولات ما زلتم لم تطرحوها مثلا، إذا ما لكم علم فيها راح أعطيك رقم الآيات والصور، هل لنا علم بها؟ طبعا ايات موجوده يعني، بالضبط ما اتذكرها لكن اتذكر كلمات منها، انه يقول وما استمتعتم به منهن فاعطوهن اجورهن مثلا، يعطون اجورهن بالمعروف مثل ما يقول، ويقول لا جناح على البنت اذا اهلها غصبوه على الدعاره، انه بعد الغصب ان الله غفور رحيم بعد ما غصبوها يعني وموجودة أخرى يعني، الإسلام يقول يغفر الله لا يغفر شو اسمه مثل ما يقول الكبائر الإثم إلا اللمم، اللمم طبعا معروف هو التقبيل والحضن وفعل أي شيء عدا العلاج مثل ما يقول، هذه الأشياء يعني الله يغفر لها إذا ما كان فيها دخول مثل ما يقول يدخل فيها ويعمل يعني يمارس العملية الجنسية بالكامل، هذا الله يغفره، يعتبر لمم، لمم يعني صغائر الذنوب مثل ما يقول يعني. فهاي الأشياء مذكورة، والآية بالضبط ما جاء أتذكرها عن ال على كل أخويا بالحكم، الموضوع هذا طرحناه عدة مرات بحلقاتنا، وفي الأخ سامي يعني كان في جنة الدعارة في الإسلام، وتحليل تشريع الدعارة من القرآن في الإسلام موجود بحلقاتنا، بس بما أنه انحذفت الحلقات كلها مع القناة الماضية، فأنا عم بنزل الحلقات حسب التسلسل، يعني قريبا سأنزل حلقات الأخ سامي، والأخ سامي شارحها يعني بحذافيرة بكل آية وبكل حديث وبكل شيء يعني، فما في أي مشكلة، ويعني نحن طرحنا الموضوع هذا
وراح نطرحه مره ومرتين وعشرة وعشرين كمان، ما في اي مشكله يعني. فبتمنى بس الصبر شوي حتى نحمل هالحلقات هي كلها. بس حبيت اضيف جان انه احنا هاي الحلقه اسالوا ابن كثير، طبعا كل سؤال نجاوب على قد السؤال باختصار، لانه احنا ما نقدر نحكي تفصيلات كثيره لانه الحلقه ممكن تنتهي باحد القصص. يعني احنا في حلقات عرضيه بالتفصيل عن كل شيء، يعني عن مثلا عن نساء النبي، عن الخرافات، نحكي بالتفصيل الممل مثل ما يقولوا، لان نخصص حلقه مخصوصه عليها. بس هذا اساله من كثير جواب مختصر للاسئله اللي يسالوها يعني. تمام تمام ابو الحكم، شكرا كثير اخوي. طب معنا اتصال من الاخ روي. اخو روي تفضل. مساء الخير جان حبيبي، كيفك؟ مساء الورد. مساء الورد. تحيه لك ولضيفك اخونا ابو الحكم، مشكور على جهوده الحقيقه. بس انا هيك عندي مداخله صغيره حبيت شارككم فيها، يعني بسياق الحديث انتم عم تتكلموا عن الايات القرانيه وعن الاحاديث، ففي آية أنا ذكرتها يعني أو في حديث أنا ذكرته وعن صحيح بخاري عن أبي موسى رضي الله عنه أن رجلا أسلم ثم تهود، يعني عاد إلى اليهودية، فأتاه معاذ بن جبل رضي الله عنه عند أبي موسى فقال ما لهذا، يعني شبه هذا، قال أسلم ثم تهود، قال لا أجلس حتى أقتله قضاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يعني عندما نتحدث، وتحدثنا الأمس عن هذا الموضوع، عندما نتحدث عن الإرهاب في الإسلام والآيات الإرهابية وحديث القتل، وهذا واحد من الصحابة، يعني معاذ بن جبل واحد من الصحابة، يعني رجل أسلم ثم عاد إلى اليهودية فقال لا أجلس حتى أقتله قضاء الله. أظن حتى يقتل، أظن حتى يقتل. لا هو لا أجلس حتى أقتل، هو هيك قال بالحرف، لا أجلس حتى أقتله قضاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لأنه يعني لأنه معلوم يعني من أسلم من اليهود والنصارى ثم رجع إلى دينه قتل لأنه مرتد. ففي مجموعة من الأحاديث ومجموعة من الآيات، يعني في عندك سورة آل عمران مثلا الآية 85، ومن يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فنحن اليوم نشوف يعني هذه هي مشكلة المسلمين اليوم، أنه يعني جميع البشر الموجودين على الكرة الأرضية اليوم ما عدا المسلمين الذين هم يعني 80% منهم يشربون الخمر ويمارسون الدعارة، ومعظم اهل الخليج بتلاقيهم قاعدين ببانكوك يمارسون اللواط. يعني هالجزء هذا من الكره الارضيه اللي نحن اسوء اهل الارض سندخل الجنه. بشاره لكم يا جان ويا يعني يا اخ ابو الحكم، سندخل الجنه جميعا لاننا مسلمون. اما باقي الشعوب المنتجه كاليابانيين مثلا او كالهنود الذين لم يسمعوا بالاسلام او لا يهتمون كثيرا لامر الاسلام، كلهم في النار. هذا هو المفهوم الإسلامي وهذا هو المنطق الإسلامي للأسف. يا حيف يعني مثل ما قلت أخوي راي، بصراحة يعني شيء يعني عجيب بالمنطق الإنساني، إنه البشر هدول اللي يتحرشون، نسبة التحرش عندهم أكبر الشيء في 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 كل الأمم، نسبة النصب والاحتيال عندهم أكبر نسبة في كل الأمم، الكذب، عدم الوفاء بالمواعيد، يعني كل هالأشياء الغير أخلاقية عندهم. هن راح يدخلوا الجنة بس لأنه قالوا أشهد لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. وهالناس هي الطيبة المنتجة اللي صنعت لهم كل شيء في حياتهم، من الإبرة لحتى سريرهم اللي ناموا عليه وكلاسين نسوانهم اللي بلبسوهم إياهم، كل شيء ملابسهم حتى رح يدخلوا النار. بسبب شو؟ بسبب كلمة يقولوها من هون ولا من هون. وطبعا هذا بغض النظر عن الناس الموجودة بأوروبا أو بآسيا أو يعني هذول الأشخاص، في منهم طبعا أشخاص أفضل منا بكثير وخلقيا أسمى منا بكثير، يعني فهذول الناس كلهم على نار جهنم، وشيوخ الوهابيين في السعودية كلهم إلى 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 الجنة، يعني ومو بس إلى الجنة، ومع حوريات ومع غلمان ومع ومع ومع
الى اخر المطاف. شكرا كثير لكم جان، حبيت بس هيك مداخله بسرعه يعني. شكرا لك روي، شكرا حبيبي روي. طبعا انا حاب اذكر الاخوه الاصدقاء، اليوم الخميس راح يكون معنا روي في احاديث عن البخاري، واظن راح نعمل معه حلقات كل خميس اظن شوي. في عندنا ابن تيميه كمان بدنا، لانه هو مختص بابن تيميه بصراحه، بس اول حلقه راح نعملها عن صحيح البخاري ونشوف هالصحيح هذا شو بيعطينا من الكنوز الاسلاميه. بشكرك اخوي روي، وقلنا لنا لقاء يوم الخميس. سلامات. طبعا اذا في عندك اي تعليق اخوي ابو الحكم تفضل. طبعا اشكر الاخ روي انه سوى المداخله واضاف نقاط جميله للحلقه، لانه فعلا المسلم يعتقد انه هو يدخل الجنه ويعمل كل شيء مثل ما يقول السبعه وذمتها، ويعتقد انه راح يدخل الجنه لانه ما دام شاهد الشهادتين، حتى لو وان زنى وان سرق، مثل ما يقول اكو في حديث لأبو ذر قال يا رسول الله المسلم يعني يدخل الجنة وإن زنى وإن سرق؟ قال نعم. قال وإن زنى وإن سرق؟ قال نعم. قال وإن زنى وإن سرق؟ قال نعم، رغم أنف أبي ذر، يعني غصبا عن خشمه مثل ما يقول، يعني ما دام شاهد الشهادتين. لا، قال من شهد لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني هكذا هو الحديث بالضبط. يعني مثل ما يقول كل واحد، بس شلون المسيحيين يقول لك بس تؤمن انه المسيح هو المخلص مهما تعمل من ذنوب تدخل الجنه، وهذا نفس الشيء يقول من قال لا اله الا الله دخل الجنه يعني. وفي احاديث اخرى تقول من قال لا اله الا الله محمد رسول الله دخل الجنه، مثل ما يقول. فالمسلمين يعني معروف هذا الشيء عنهم، انه يعتقدون مهما يعملون من افعال قبيحه يدخل الجنه. حتى لاحظت شغله اخرى، انه لما تدخل الجروبات الاسلاميه تشوف لما يعملوا مناقشات حوارات مثلا، تلاقي كانك داخل حمام، يعني داخل حمام رجالي، والاصوات كلها تتعالى وما تفهم منهم اي شيء. ولاحظ هذا الشيء لما يدخل عندنا المسلمين، خصوصا دكتور طه لما يدخلوا عندنا بالحوارات والنقاشات بدون استئذان، يفتح المايك ويتكلم ولا يفكر بالآخرين. إحنا يعني كلنا نرفع أيدينا قبل ما نتكلم أو نكتب بالمكان المخصص الكتابة، نسأل الأدمن نقدر نحكي ولا لا. يعني هذا الشيء متعودين عليه المسلمين، إنه ما عندهم نظام، يعني إلا ما نذر، يعني قليل منهم يلتزمون بهذا الشيء، ولكن الأكثرية ما عندهم، يقلبوا الحلقة السلطة مثل ما يقولوا، من الصراخ اللي يسووه، لأنه ما في أي نظام بالإسلام، والشغلات كانت تقام على مزاج الرسول، أي أو يعفي أو يقتل أو أي شيء يعني، فما في نظام يحدد مسيرة حياته. وهذا الشيء يخلي ثقافة المسلم ضعيفة مهما بلغ من درجات، يعني فتشوفه يعني يتصرف تصرفات غير متوقعة يعني. فنقطة جميلة أضافها الأخ روي، وأشكره على المداخلة. بالضبط أخوي بالحكم، بالضبط. يعني مثل ما قلت إنه هذا الشيء واضح من ثقافة المسلمين، يعني مسألة إنه مهما عملت في النهاية، إذا أنا قلت أشهد أن لا إله إلا الله معناته أنا ضمن الجنة 100%، حتى إذا دخلت جهنم. يعني في حديث بيقول لك إنه المسلم اللي بيدخل الجهنم ليس إلى الأبد، ولكن بس لأنه قايل في حياته مات على أشهد أن لا إله إلا الله، راح يطلع من النار ويكتبوا على جبينه عتقاء من النار. يدخل الجنة بعد فترة يسألوا الله إنه يا الله معلش شيلنا هاي كلمة عتقاء من النار على جبيننا، لأنه عم نستحي من أخوتنا اللي بالجنة اللي دخلوا بدون ما يدخلوا النار، دخلوا الجنة مباشرة يعني. فبيعود الله بيشيل لهم هاي ويصيروا كلهم أخوة. والكفار اللي مثلا مثل أينشتاين اللي
اللي افاد البشريه، ولا مثل هذا اللي اخترع ابل، ولا اللي طالع الانترنت، وكل هالكفار اللي مثلا اخترع الكهرباء خلى المسلمين يعيشوا بنور الكفار. هذول مخلدين خلودا كاملا في النار. ونشوف هاي بعادات وتقاليد البشر الموجودين، يعني المسلمين، يعني مثلا بيقول لك اذا راح حج ورجع معناته هذا راح خسر ذنوبه ورجع، يعني رجع زلمه صافي بيقول لك هذا حجي، خلص هذا حجي خسر ذنوبه، يعني كون حرامي، يكون ما عايف وحده من شره، بنكون مساوي سبعه وزمتها مثل ما بقولوا، وبروح على الحج وبرجع والله شو حجي هذا مغسول ذنوبه. حبيت اضيف حج الدبب ان شاء الله. تفضل ابو الحكم. حبيت اضيف انه محمد يقول انه الانبياء كلهم ما يقدروا يشفعوا للناس اللي كانوا يعني يتعبدوا بدينهم الا محمد، يعني يجي يطلع يرجو الله انه يشفع في امته، يطلع جماعه ويطلع جماعه ويطلع جماعه، يقول اخر شيء يعني تقريبا الجهنم تقضى من الـ يعني اللي من المسلمين، يعني لانه الرسول يشفع لهم يعني. فيعني كانه هو عمل نفسه اهم واحد بالبشريه، انه ممكن هذا السفاح ممكن يشفع للمسلمين ويطلعهم من جهنم ويدخلهم للجنة. وقية الأنبياء اللي كان عندهم مثل ما يقولوا، إحنا ما نصدقه، ولكنه يقال إنه هم عندهم مثل ما يقول إثباتات على وخوارق وإعجاز، إنه كانوا يحيي الموتى أو يشق البحر أو هكذا أشياء. هذا أولى أشخاص ما يدخلوا النار يعني. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يعني دين الإسلامي طغى على كل الأديان. والغريبة أنه تقدر تتزوج من كتابية من يهودية، أو مع العلم أنه يقول لك غير المسلم يعتبر كافر، شلون تقدر تتزوج من وحدة مسيحية؟ فهذا يعني مثل ما يقول الشيزوفرينيا الإسلامية اللي موجودة يعني. بالضبط بالضبط. بصراحة المسلمين للأسف الشديد يعني لولا ثقافتهم الانفصامية، هاي الانفصام بالشخصية اللي عندهم، اللي طبعا من أثر الثقافة الإسلامية ما كان وصلنا للمرحلة هاي، يعني ما كان وصلنا للمرحلة إنه صرنا مضحكة للعالم. صار الشرقي أو المسلم خلينا نقول معروف إنه كذاب، معروف إنه نصاب، معروف إنه كسول لا يعمل، معروف بكل هالأشياء هاي، وشي بيوطي الرأس للأسف الشديد. على كل، في عندي سؤال أظن الأخ، بس دقيقة واحدة، كان عم يحكي يا ريت أبو الحكم يحكي لنا على هدم الكعبة، بس مين كان الأخ؟ بس دقيقة واحدة. الأخ ماهر حسين عم بيقول أخ جان ممكن أخونا أبو الحكم يتحدث عن هدم الكعبة، يا ريت إذا في عندك أي مداخلة أو شيء عن هدم الكعبة تفضل. طبعاً قصة هدم الكعبة، الخرافة كانت تقول إنه ألم ترى كيف فعل ربك أصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسلنا عليهم طيرنا بابيل ترميهم حجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، مثل ما يقول هاي السورة سورة الفيل اللي يدعي فيها إنه قبل الإسلام كان، او قبل ولاده محمد اعتقد، انه جوي ناس ابراهيم الحبشي جاب الفيله، وطبعا تحدثنا انه الفيله يجوا من اليمن او من الحبشه لحد ما يوصلوا الى شو اسمه، محتاجين اطنان من الاكل والشرب، وهاي الاراضي كلها صحراويه بين وفرون الاكل والشرب. هاي قصه خرافيه مو حقيقيه، على اساس الطيور رمت احجار وحمت الكعبه من الاذى، يعني ارادوا يهدموا الكعبه بواسطه الفيل. ولكن من ناحيه اخرى نعرف انه التاريخ الاسلامي انه الكعبه سرقوها القرامطه اللي هم بالبحرين، سرقوها 20 سنه
20 سنه كانت كان الحجر الاسود مسروق وعارضينه بالبحرين، بالقرامطه اخذوها، ليش الله ما حماها يعني؟ وكذلك لما رماها بالمنجنيق هدم الكعبه كلها حجاج بن يوسف الثقفي في معركته على الحصول على مكه، كانوا محتلها بالله شو اسمه صحابي الزبير، الزبير عبد الله بن زبير، عبد الله بن زبير صح. فكان عبد الله بن زبير هو اللي محتلها، وكانت خلافه الاسلام من واحده بمكه واحده مثل ما يقول بسوريا بالشام يعني، اعتقد بسوريا او اسرائيل ما اتذكر بالضبط، ولكن اعتقد بالشام. لا مدينه دمشق كان الامويين، مدينه دمشق كانت عاصمه الخلافه اللي كان فيها عبد الملك بن مروان دمشق. هذا كان في وقت عبد الملك بن مروان لما ضرب الكعبه بالمنجنيق وهدم الكعبه كلها ورجعوا، ليش الله ما حماها يعني؟ مثلا غير السيول والفيضانات اللي اخذت الكعبه كلها هي وحجرها مثل ما يقول، ورجعوا مره ثانيه، رجعوا بنوا عده مرات يعني، هدمت الكعبه والله ما حماها الا في قبل ان نرى ذلك، ولكن بعد التاريخ الاسلامي عكس اللي يحصل، انه يعني ضربها ضربه بدون رحمه. لو احنا نعتقد بالخرافات كنا نقول لكم هذا الرافعه اللي نزل غضب من الله عليكم وقعها بنص الجسم وقتل فيها مئات يعني الاشخاص، توفوا تحت الرافعه يعني، ليش الله ما حماهم يعني؟ والشيء العجيب يعني في اذا كلتنا شفنا صوره شخص شايل لوحه مكتوب عليه بالحرم ذات نفسه، بالحرم المكي مثل ما سموها، انه يا الله يا امكر الماكرين لا تمكر بنا، نحن ضيوفك يعني، نحن ضيوفك لا 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 تقدر فينا يعني. اله غدار، اله النمس بيخطط لنا المسلمين بيجيبهم لعنده وبيضربهم. حتى الاخت رنا كانت شايله لافته، هي بنص مكه كاتبه عليها اي ام اتيست يعني. كان يغضب عليها مثلا. لا ولا انا بتشكر احد الاصدقاء كتب لي اشعاري يعني وحطها جنب الكعبه، فبعض ابيات من الاشعار حطها جنب الكعبه وانا اتشكره يعني، ليش هذا الاله ما قال لك جاي بره وجايب لي اشعارك لهون لعند بيتي؟ كان يخصف الارض بهالشخص مثلا وما يعني. الله الله راح يعذبك بالقيامه، بالدنيا ما يقدر عليك، بالقيامه راح يعذبك. اوف 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 على التخاريف. على كل في عندي سؤال اخي ابو الحكم، كيف كان محمد يتصرف مع اعدائه يعني، خصوصا الشعراء مثلا؟ الشعراء اكثر شيء من يهجيه بالقول يعني، بسبه يعني مثلا او شيء من القبيل. طبعا القصه معروفه وذكرها بالبدايه، يمكن لما انقطع البث ذكرنا انه محمد يعني ما رحم قصه الفتح مكه، ذكرنا السبب انه ذولا لانه قومه واهله وقاربه، وحتى الناس اللي كانوا يقاتلون معه عندهم اقارب واخوان واعمام وخوال، فاطلق سراحهم عدا 10 اشخاص يعني، ويقال 7 ويقال 10 اشخاص. اقدر اذكر بعض الاسماء اللي محمد ما عفى عنهم، عكرمة ابن أبا الحكم، طبعا هذا أخوي بعدين عفى عنه يعني لما انهزم، وبعدين لا يكون هذا أخوك بالرضاعة. أيوة ابن أبي جهل يسموه، ما هو ابن أبا الحكم زين ما قتله، هذا أخوي حبيبي عكرمة يعني، بس مع الأسف صار مسلم يعني، أنا بريء منه صار مسلم. عندك عبد الله بن خطل. هذا طبعا عبد الله بن خطل كان ماسك فعلا أستار الكعبة وقتلوه. عندك مقيس بن صاب، مقيس بن صاب. عندك عبد الله بن سعد، عندك عبد الله بن سعد ابن أبي سرح، عندك واحدة اسمها سارة
عندك ام قرفه اللي فقط هجتها راح سواها نصين، وعندك كعب بن الاشرف حكينا عنه كيف باسلوب خبيث. انا بدي ابو الحكم بعد امرك، طريقه قتل ام قرفه وطريقه قتل كعب بن الاشرف نحكيها للاصدقاء اللي ما شافوه وما سمعوه، خصوصا اصدقاء المسلمين. خلينا نبدي طريقه نحكي عن قتل ام قرفه. ام قرفه كانت عمرها فوق الثمانين، كانت تهجو محمد، فالصحابه قالوا هذه تهجوك كثيرا يعني تغلط فيك، فشو نعمل معاه؟ قال اقتلوها شر قتله. فاجوا ربطوا رجلها اليمين بالحبال ورجلها اليسار بالحبال وشدوها بالجمال واطلقوا الجمال مثل ما يقول عكس عكاس، مثل ما يقول يعني اتجاهين مختلفين، فسووها نصفين يعني هذا الـ وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. فقط واحد وحده هجتك وعمرها فوق الثمانين ما رحمتها، واللي يريد نذكر مصادر الاحاديث نذكر له ونجيبها عن هذه الحادثه. ففصلها نصين بدون اي رحمه ولا اي شفقه، انها امراه اولا وثانيا طاعنه بالسن، مجرد انه تكلمت عليك. هذا الشيء شوفنا انه بالتاريخ الاسلامي ما في قانون، محمد هو كان القانون فوق القانون. لا تكلمني عن الديمقراطيه، الديمقراطيه غير موجوده في الاسلام، فما رحموا. اما قصه كعب بن الاشرف فكانت قصه دنيئه جدا، وكانوا حتى الناس اللي قتلوه كانوا اصحابه، فمن شان هيك وثق فيهم. يعني كعب بن الاشرف كان يهجو محمد في اشعاره، وكان من الشباب الجميلين، يعني شاب جميل وذو نضاره، فمحمد اصحابه يعني هو اصدقائه قالوا لمحمد انه اسمح لنا نقتله ولكن لازم نكذب. قال انا اصرح لكم بالكذب، يعني الكذب مشروع بالاسلام، وهي حاكين عنه كثير يعني غير المعاريض طبعا. قالوا انه اسمح لنا انه نكذب وياه، قال اوكي انا اعطيتكم التصريح. فراحوا عنده فمرته شكت، قالت لا تخرج لهم لان ذولا انا اشم ريحه الغدر فيهم. فقال لا ذولا اصدقائي من زمان، ما معقوله يعملوا فيه شيء غلط. فحدثوه عن جمال وعشي وقالوا له عم نشم ريحه جميله فيك. هم اخذوه على صفحه طبعا شوي خارج الخيمه مالته او المكان اللي ساكن فيه. فجميله الريحه تاعيتك وما اعرف شنو، وطي حتى لانك طويل وطي حتى انا اشمك يعني. فهو اول ما وطى والثاني ضربه بالسيف على رقبته اصل له راسه يعني باسلوب خبيث. وهذا الشيء انا فعلته وذكرت هذه القصه ايضا، يعني ليس بالضبط هكذا فعلت، لكن اريد اشوفكم انه لما تصير مسلم يضيع عندك تضيع عندك العقل كله يتخربط، يعني غسل دماغ يعملوا لك. انا كنت ساكن مع لما كنت في السجن في ايران كان شخص يبلغ عنا تحركاتنا، انا كنت سني يعني ملتزم. فاختصر الموضوع انه قالوا انه هذا يعني منافق يبلغ، وانا صرت معه اشهر بالغرفه ما نطبخ وناكل مع بعض. قالوا راح نضربه يعني حتى يتوب يعمل هذا الشيء. فانا اول المشاركين كنت مع الثلاثه معي، رحنا ضربناه يعني ضربناه ضربه محترمه مثل ما يقول. بعدين لما انا قبل ما اترك ايران وسافرت للخارج افكاري تغيرت في اخر الاشهر، فرحت اعتذرت من الشخص ورجعت علاقتي معه. اريد اشوفكم انه لما تصير مسلم ممكن تقتل ابوك، تقتل امك، تقتل اي شخص يواجهك، لانه الاسلام يقول لك هكذا، يضيع الاحاسيس والعواطف منك، وما في اي ما يخلي عندك اي رحمه. يعني قصه الاعمى مثلا اذا تسمح لي اقولها. تفضل تفضل اخوي ابو الحكم. بس قبل ما نبدا بقصه الاعمى خلونا بس نرحب باخونا اكسيل دخل معنا على الخط، والاخ محمود الخطيب اهلا وسهلا فيكم وبنرحب فيكم. تشربوا شاي ولا قهوه؟ على كل تفضل اخوي ابو الحكم.
إيه قصة الأعمى معروفة أنه كان عنده يقال زوجة ويقال أما، مثل ما يعني الأحاديث مختلفة. قال يا رسول الله عندي زوجتي يعني تهجوك، وأنا عندي منها طفلين مثل اللؤلؤ مثل ما يذكر الحديث. طبعا هذا الحديث لأبو داود وصححه الألباني، يعني هاي من أحاديث أبو داود، معروف من قصص من أحاديث الحسنة اللي يرويها وموثوق في أبو داود، مثل النسائي والترمذي، يعني النسائي والترمذي، وحتى مصحح الألباني، وما أدراك ما الألباني، الكل يعرفوه، يعني مات من فترة قصيرة يعني قبل سنين يعني. المهم ذكر قال عندي يعني طفلتين مثل اللؤلؤ، وهي رفيقة بي، ولكنها تهجوك يا رسول الله، يعني تغلط فيك. قال يعني اسمح لي أقتلها. قال دمها بريء، يعني دمها هدر مثل ما يقول، أو يقال في حادثة قلنا وراء ما قتلها إجا قال يا رسول الله أنا قتلتها، فقال هدر دمها يعني، وأنت عملت شيء كويس. كانت ماسكة الطفل، ترضع طفل، نزل الطفل هو أعمى، هي كانت واثقه فيه ومهتمه فيه مثل ما هو يقول، ولكن الاسلام غسل له دماغه، يريد يفتح بالسماء ومع الحوريات. نزل الطفل منها ودخل يقال السيف ويقال الخنجر في قلبها وقتلها، يعني شر قتله، ولا اهتم لذول الاطفال وهي مهتمه فيه، ضرب كله في عرض الحائط. ومحمد يعني المجرم مثل ما يقول، بدل ما يأنب على الشيء اللي سواه انه مهتم به وعنده اطفال، ليش يقتله؟ واذا غلطت عليه ما راح ينقص مني شيء، ولكنه ايده فيما فعله. يعني يا مسلمين اصحوا، يعني شوفوا هذا الدين، انه هذا الشخص اللي قتل زوجته فقط لانه هجته وغلطت عليه، يعني ما رحم لا امراه ولا شاب. واشخاص كثيرين قتلهم كانوا ماسكين باستار الكعبه، يعني مثل ما يقول اي واحد كان يهجو محمد كان لا يرحم احد، كان يقتله شر قتله. وبس فلت منها واحد الصور عبد الله ابن ابي سرح، اللي قال يعني استحى من عثمان بن عفان وما قتله، وبعدين قال ليش ما قتلته؟ قال لاصحابه، واصحابه قالوا يعني انت لو غامز بعينك، قال ما يصير الانبياء يغمزوا بعينهم، يعني على اساس هو شريف وايد، يعني مثل ما يقول عفى عنه على مضض يعني، والا هو كان منتظر انه اصحابه يقتلوه يعني. فهذا جانب من محمد وكيف كان يتعامل مع خصومه يعني. ابو الحكم بدي اسالك هلا، يعني طبعا اغلبنا بيعرف، وانا بدي الاخوان المسلمين اللي لا يعرفون هذا الشيء، شو حكم سبب الله وشو حكم سبب الرسول؟ طبعا احنا حكينا فيها المساله، وحتى تحدثنا فيها مع الاخ محمد الموسوي لما عملت مداخله، سالني هذا السؤال ايضا، ما هو حكم من سب محمد او الله او الصحابه مثل ما يقول. فالنظره السنيه احكي لك، ونظره الشيعه، النظره السنيه يقول انه اي واحد يسب الله ممكن يستتاب، وممكن يرجع الى يعني يتوب ويعني يسامحوه، ولكن اللي يسب محمد حتى لو استتاب يعني اعلن توبته يقتل بدون اي رحمه، يقتل لانه سب محمد وليس له استتابه، ويبقى مساله استتابته الله يقبلها او لا، هكذا يقول شو اسمه المذهب السني. اما الصحابه نفس الشيء، اما يعني نفس مساله سبت الله، ممكن يعفو عنه ممكن ما يعفو عنه، ولكن يسبب محمد 100% يقتل. اما بالشيعه اذا اي واحد يسب علي او الحسن والحسين او الائمه الاثنى عشر او فاطمه، اي واحد فيهم يقتل بدون اي استتابه، يعني متشددين في هذه الناحيه، عندهم علي وحسن الحسين اهم من محمد نفسه يعني عند الشيعه، حتى لما يصرحون بهذا الشيء
حتى قسم منهم يقولوا ان الوحي نزل بالغلط على محمد، المفروض كان تنزل على علي. تعرف يعني اذا عندك معلومات لقصه مساله الشيعه انه كعب العرش تبع ما الله من كعب الحسين من كعب الزهراء شيء من هالقبيل، هذا ما بعرف اذا في عندك شيء اي معلومات من طبعا من انا يعني معلومات السنيه اكثر، ولكن اسمع من هنا وهناك. اللي عرفه يعني عندهم تخاريف اكثر من السنه، يعني الشيعه عندهم تخاريف اكثر من السنه في بعض المسائل. يعني وصلوا علي الى مرتبه الالوهيه يعني كذلك، ويذكر لك اشياء من ما اعرف سوى، زار الحسين كانه غفرت له جميع ذنوبه، واللي ما اعرف يتبرك بفاطمه ويتبرك ب الحسن والحسين وعلي، يعني يذكر بعض الخرافات اللي ما يتقبلها العقل عن أهمية بنت الرسول وعلي وأبنائه، يعني تفاصيل ما أذكرها كلها، لكنه موجود هذا الشيء عندهم بكثرة أكثر من السنة. يعني المسلمين ليش السنة ليش يقولون على الشيعة أنهم مشركين وكفرة؟ لأنهم عندهم أشياء يدعون إلى العلي والأئمة الاثنى عشر أنه ممكن يوصلون الدعاء لله، يعني هاي يعتبروها شرك السنة، فعندهم تخاريف كثيرة. يعني تخاريف الإسلام لا تنتهي، يعني إن كانت حتى شيعية سنية ولا درزية علوية كلها تخاريف لا تنتهي للأسف الشديد، وتخاريف خربت بيوتنا. أخي أبو الحكم، عندي سؤال بدي أفهم منك، شو السبب العداء التاريخي هذا مع اليهود؟ يعني المسلمين في عداء غريب بينهم بين اليهود، شو القصة؟ يعني هل لأنه إسرائيل احتلت أراضي مثلا إسلامية؟ تفضل. لا طبعا العداء، انا ممكن اكلمك عن العداء من وقت محمد الى يومنا هذا. يعني في وقت محمد العداء مع اليهود، انا باعتقادي انه كان اليهود طبعا 90% من الصلوات والادعيه والصيام والشغلات الاكثرها موجوده متطابقه مع اليهود، يعني العبادات الإسلامية كثير كثير متشابهة، وكثير من الأخوة المسلمين لا يعرفوها. أتمنى أنه نطلع حلقة عن تشابه اليهود مع الدين اليهودي مع الدين الإسلامي، فكان محمد يعتبرهم منافسين له. والشيء الآخر، اليهود كانوا ناس أغنياء، يعني فكان يحاول بأي طريقة يأخذ أموالهم من عندهم، الادعاء انه احد يدير عليه حجر من فوق، وراح قتل اليهود وما رحمهم، مثل معروفه يهود بنو قريظه لما الاسرى قتلهم جميعا، يعني كانوا فوق 900، فهو كان حاقد عليهم لانهم مثل ما يقول منافسين بالدعوه بطريقه اخرى، وكذلك انه كان اموال كلها عندهم. وشغلة أخرى أنه كانوا يعني مثل ما يقول، قال لك يعني شنو يعني اليهود ما لهم ظهر مثل ما يقول، فكان إذا يتخلص منه وما يتخلص منه عنده نفس الشيء، يعني فهو كان عنده أهم شيء يستولي على الأموال حتى ينشر الأفكار مالته، وكان السبب الرئيسي أنه كانوا يعني أشد عداء له وما يآمنون به، فهو كان يائس منهم مثل ما يقول، قال لك يعني مثل ما يقول أخلص منه وخلص، يعني مثل ما يقول ضرب 3-4 عصافير بحجر واحد، فكانوا نهائيا ما يعني آمنوا به، وكانوا يعني يظهروا له العداء. لكن المسيحيين كانوا مسالمين، فيذكرهم أنه بالآخرة راح يدخلوا النار والشغلات، ولكنه لم يصفهم مثل ما وصف اليهود. وحتى قبل ما يموت بلحظات كان يلعن اليهود والنصارى انه ذولا يعني اعداء للمسلمين. اما قضيه حاليا
اليهود قصتها يعني هي مع العرب بالأساس وليس مع المسلمين، ولو مذكورة الشغلات قديمة، ولكن القضية الفلسطينية يعني مثل ما يقول صارت عداء بسبب احتلال، ما كان يصير ذاك العداء الكبير لو ما كانوا مثلا يعتبرون انهم احتلوا فلسطين. انا اعتبر انه رجعوا للارض الحقيقيه مالتهم، لان هاي الارض اصلا كانت لليهود بالاساس قبل العرب والمسلمين يعني. فلما اجى محمد احتل الدول وضيع الحضارات كلها، من ضمنها ضيع حضاره اليهود واحتل اسمه واستعربها ودخل العرب فيها يعني. أكيد. طب أصدقائي، أنا بس أحب أذكر إنه يا ريت تتصلوا فينا على عبر سكايب. الأخ محمود الخطيب، أنا بتمنى منك يا أخي محمود، يعني بدون شتائم، مالنا هون لحتى نشتم بعض. أنت من أول ما دخلت بدأت يعني تشتم. أنا أعرف عم تقول كاكا جان محمد، وقال محمد أكبر كذابين، أكيد أكبر كذابين، بس يا ريت ما نشتم حتى ما يجي فلان يشتم ويصير تشات كله شتائم. يعني يا ريت إذا في عندك أي كلمة تفضل أخي بحكم. يعني الاشخاص اللي يشتمون اعتبرهم قليلي حيله مثل ما يقول، يعني ما عنده جواب ولا عنده ذكاء يجاوب، فيضطر انه يقول المشكلة الأخ يعني محمود الخطيب هو من الملحدين يعني، وأنا يعني شباب ما بدنا الشتائم، ما راح تجيب غير شتائم أنا يعني. صراحة ما أعتقد أنه ملحد حقيقي، هذا احتمال متخفي، لأنه حارب الأخ جان كثيرا، هذا محمود الخطيب في كل مكان يحاول أنه يحارب الملحدين. كيف أنت ملحد إذا أنت مختلف معهم؟ ما بعرف إذا هذا هو نفسه، هذا هو نفسه، هذا كان اسمه محمد الخطيب، هذا محمود الخطيب، ما بعرف إذا هو ذات نفسه ولا غيره، بس يظهر هذا كردي هذاك مصري، ما بعرف شو القصة. على كل هذا، أنا الأخ محمود أنا أشكرك إنك يعني مثل ما بقول أنت معنا، بس أتمنى منك عدم الشتائم، وأي شتائم ما راح أتسامح معها. يعني خلاص حطينا قانون، أي واحد يشتم بالشات راح نوقفه لفترة محددة، وإذا كرر راح يعني ألغي المشاركة كلها. فأتمنى منك أخوي يعني بكل صدر، بكل صدر رحب، لأي وحدة، بس بكل صدر رحب أخوي محمود، أنا بتمنى منك يعني ما نلجأ للشتائم، مشان ما نخليهم يضطروا يلجأوا للشتائم، وهن إذا شتموا أنا فورا سوف يعني اقضي مثل ما بقول بالضرب القاضي، سايل بلوك وانتهت الحكايه. يعني ما بدنا ندخل بهالمجال هذا، ويعني استفزونا بما فيه الكفايه، وكفايه استفزاز يعني، ما بدنا استفزازات. تفضل اخوي ابو الحكم، تفضل. يعني خلي مثل ما يقول يشكرون جلسة الحنفية، أنا ما موجود، أنا موجود ما يعني أخلي واحد يتجاوز إذا كان ملحد إذا كان مسلم. يعني اللي عنده شيء يذكره، لما نذكر حديثي طيب يكذبنا يطلع شيء كلام آخر، لكن هو حيلة الضعيف، الشكوى قصدي المسبات يعني. فعيب يعني هالشيء عيب، انتم الناس متحضرين تشوفون الثقافه الاسلاميه على المشاع مثل ما يقول يعني. يعني شويه تحضروا مثل ما يقولوا ويصيروا ناقشوا يعني. روح انت سب ابو الالحاد كله يعني، بس ما تغلط بالاشخاص، هذا الشيء ما اسمح به نهائيا. اذا انا اكون موجود يعني مساعد الاخ جان في اثناء الحلقه، لانه لازم نرتقي بالحديث يعني. لو عندك كلام قوله، لو ما تسب، ولما تسب على الشخص انا مضطر انه ابعدك شويه الى ان يعني تمشي مضبوط. اذا ما مشيت مضبوط اعمل لك الحظر يعني. لازم احنا هالاسلوب مثل ما يقول احتراما لبقيه المشاركين بالتعليقات يعني. لازم يعني نوضع حدود المسائل يعني. أشكرك أخي بالحكم. ما بعرف إذا أصدقائنا في عندهم أي مداخلات، أنا أتمنى إذا في عندكم أي مداخلات أصدقائي يعني تكتبوا لنا إياها، أسئلة. فقط الأخ جاست ثينك عم بقول فقط مسموح لكم تشتموا صلعا.
يعني ما بعرف، انا بصراحه شتم الصلعم، ولكن ما يعني ما شفنا نتيجه ايجابيه. ممكن يعني هي احتمال تفريغ، واحتمال تكون استفزاز مثلا يستفزونا، وهذه نقطه يعني مع التجربه انا يعني اكتشفت انه ما هو على طول انا صح. يعني انا كنت في مرحله شتم صحيح صلعم وشيء ولكن واحد برجع بيراجع ذاته انه كان على خطأ، مو مفروض انه يستفزوني لهالدرجه هي. فالشتائم هم يشتموا على كيفهم، ولكن يعني مو صحي انه نرجع نشتمهم نحن كمان. عيفهم يشتموا، اللي بده يشتم انا راح مثل ما قلت من نص صلاعنا يعني راح اسوي له بلوك وخلص، مشان ما اوجع راسي وما استفز، وارجع انا كمان ارجع لاخلاقهم هم يعني. فخلونا يا شباب بعيدين عن اخلاق الصلاعنه الشتامين. طبعا مو كل الصلاعنه مثل بعضهم، في ناس ما بتشتم يعني لا تقتدي بمحمد، ولكن صلاعنه بالاسم وما نعرفانين دينه، خلينا نفهمهم دينه مضبوط. اخي ابو الحكم ما بعرف اذا في عندك كلمه اخيره تقولها، اذا بدك اي طرح ثاني تطرحه تفضل. دقيقتين ثلاثة البس انقطع لما حكينا عن السور المكية والمدنية، في مجال أقولها؟ تفضل تفضل. إيه طبعا اللي انقطع البث حكينا عن هاي المسألة، يعني كانت أحد الأخوات سألتني عليها، راح أحكيها بالمختصر مثل يقول مختصر المفيد. يعني سور القرآن هي مكية ومدنية، اللي آيات الموادعة والمسامحة كانت والأشعار كلها في مكة، وهي حدود 82 سورة وذكرنا بعضها مثل الأنعام والعلق والسور الجزء 29 والثلاثين أكثر شيء ذكرنا بعض السور. والسور المدنية كانت 20 سورة ولكنها أكبر من حجما أو صفحات من الآيات السور المكية، على اعتبار أنها أكثر قصص والآيات الناسخة مثل ما يقولوا كانت موجودة بالمدنية. لما تقوى محمد ظهرت آيات القتل والوعيد خصوصا في سورة التوبة، عندك صور كثيرة صور مدنية اللي دعت فيها لقتل المخالف، البقرة، العمران، النساء، أحزاب، حديد، مجادلة، منافقون، أنفال، توبة وغيرها. يعني حبيت أختصرها فقط إنه هاي الأكو 12 سورة مختلف عليها انه هل كانت مدنيه او مكيه. المهم بالايات المكيه الشيء الاساسي بها انه ايات موادعه ومسامحه واستكانه، والايات السور المدنيه كانت هي السور اللي فيها القصص، والايات الناسخه للايات المكيه مثل ما يقول اكثرها، والاشهرها بسوره التوبه الآية 5 والآية 29 اللي نسخت جميع آيات الموادعة اللي فيها يدعو إلى قتل المخالف والمرتد. أبو الحكم حبيبنا صوتك راح أظن ولا وقفت؟ لا وقفت لأنه حكيتها باختصار يعني. تمام أشكرك أشكرك أبو الحكم، وطبعاً أنا أشكر أخوي محمود الخطيب، يعني هو اعتذر وأنا أقبل اعتذارك بكل صدر رحب أخوي محمود. أنا يعني آسف إذا يعني كنت شوي قاسي، ولكن يعني مثل ما قلت أنا ذات نفسي شفتني شتمت الصلعم، ويعني أنا شفت بصراحة طريقة هن استفزونا ونحن ما لازم نصل لاستفزازاتهم. فخلينا بعيدين عن الجو تبعهم، يعني خلينا بجو تبعنا. بس اذا تسمح لي اقول كلمه يعني. تفضل.
طبعا اريد احكيكم عن الاخ جال، لانه تقريبا يعني معاشره يعني، وتقريبا صرت اعرف من طبيعته يعني شوي. الاخ جان يعني ممكن يعني واحد اذا يضايقه ممكن يغلط عليه او شيء، وهذا من حقه طبعا، ولكنه انسان الى طيب الى ابعد الحدود مما يقولون يعني. بس انت تعتذر، انت شفت يعني الغلط اللي كله غلطته بلحظه نساه يعني، هو يعني ما يحمل في قلبه الاخ جان، راسا يسامح المقابل، بس الشخص يظهر نوع من الاعتذار، او يعني مو شرط يعتذر مباشره، بصوره غير مباشره، هو ما عنده شيء ضد المخالف، بس اللي يتجاوز معه وما يجاوبه من حقه هذا طبعا، ولكنه بسرعه ينسب زي ما يقول قلب طفل عنده. تسلم حبيبي، هاي شهادة، هاي شهادة افتخر فيها اخويا بالحكم. وبصراحة يعني انا كنت استفز يعني بسرعة، يعني انه الواحد يشتمني يعني تقيلة الواحد لاقيها، بس بعدين شفنا هدول يعني مثل ما بقولوا خضن على اضعالهم، يشتموا قد ما بدهم، يعني مثل ما بقولوا هالجلد تعود على الضرب، يعني مثل بعض الامثلة اللي ما بعرف بالضبط شلون كيف احكيها. على كل الأخ رجا عم بيقول شكرا جزيلا جان وأبو الحكم على المعلومات القيمة، بس راح مني إيه على المعلومات القيمة، وأصبحوا على خير أصدقائي، وتصبحوا على خير أخي رجا. وطبعا أشكرك أخوي محمود الخطيب، يعني أنا أشكرك على التقبل هذا والعقلية المنفتحة اللي عندك. أنا مثل ما قلت يعني، بعتذر لك إذا كنت قاسي، وعلى كل إن خلينا نحن نكون مثل ما بقولوا، نحن خلي المعاملة مع الله، خلي المعاملة مع الله. نشوف مين. أكسيل عم بيقول قلت حسنا صديقي جان. أهلا وسهلا أكسيل، شكرا لك. جاستينك عم بيقول أخ جان طيب وقلبه كبير وعنده، شكرا يا أخي جاست ثينك. يعني انا يعني بصراحه مثل ما بقولوا اعتز بهالشهاده هي. عم بيقول اخ جان طيب وقلبه كبير وعنده غيره على اهله وبلده، لديه مشاكل بتكفي. والله داخل بقلبي انت. الاخ محمود الخطيب اجمل انسان بكل الكون اخي جان، وانت اجمل انسان اخوي محمود، واشكرك كثير. عم بقول كمان الاخ محمود عم بقول كل انسان شتم جان شتمني انا، يعني من سب الله قد، من اذى الرسول قد اذاني. شكرا شكرا محمود، شكرا محمود حبيبنا محمود. احد رسل جدة الحنفية. صحيح، نحن من الصحابة، انا صرت من العشرة المبشرين بالجنة، يعني ف من آذى ملحدا فقد آذاني. يعني على كل إنه من آذاك أخوي محمود قد آذاني، ولكن طيب خلونا نشوف الاتصال في اللحظة الأخيرة. يا هلو، السلام عليكم أخ جان. وعليك السلام ورحمة الله، تفضل أخي. كيف الحال أخي؟ حالنا رائع بوجودك طبعا. ممتاز، شكرا لك أخي. أنا أتصل بك لكي أدعوك للإسلام لكي تهتدي إلى نور الله إن شاء الله. إن شاء الله، تفضل. أنت لايف هلا؟ لايف لايف. شو الموضوع اليوم؟ موضوع عام، موضوع هداية للإسلام، تفضل اهدينا. أنا عم بمزح، أنا إبراهيم، ما بعرف إذا عرفتني. أهلا وسهلا أخ إبراهيم، بصراحة ما أذكر، يعني ما بعرف إذا في اتصلت فينا قبل هالمرة، ما أذكر يعني. لا يمكن أول مرة أتصل. أوكي. المواضيع اللي تطرحوها واللقاءات اللي بتسووها، انا بس حابب اطرح فكره موضوع ممكن تعمل عنه حلقه. تفضل. عن الاسلام، لنقول السياسي او 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 مواجهه المشروع الاسلام السياسي بمشروع ما راح اسميه الحاد سياسي، ولكن لنقول مشروع علماني متنور ممكن واجه فيه
الافكار السياسيه الاسلاميه ان كانت الجهاديه او الاخوانيه او السلفيه او الوهابيه اللي موجوده بالعالم العربي. عرفت كيف؟ يعني نحكي اكثر من وجهه نظر سياسيه اكثر مما نتطرق لل طبعا انتم عملتوا كثير حلقات وكثير مواضيع عن النواحي الدينيه ونقد الاسلام ونقد الاديان او بشكل عام يعني النصوص او الافكار او الاحاديث او اي شيء. خلينا نعمل شي مره موضوع عن عن الواقع السياسي للدول العربيه والاسلاميه اللي احنا عايشين فيها. تمام. مواجهة مشروع الإسلام السياسي بمشروع علماني، يعني يا ريت نعمل نقاشات بهالموضوع هذا ونقدر نوصل لفكرة مثلا معينة نقدر نطرحها دائما والناس تطرحها والناس تتداولها حتى، يعني بتمنى هالشيء هذا بصراحة فكرة جيدة. يعني أنا مستعد أعمل حلقات بهالموضوع، هذا موضوع رائع يعني، خصوصي مع كل التطورات اللي صارت باخر كام سنه، كان يعني منطقه الشرق الاوسط سوريا والعراق بالتحديد. صح. ويعني الحركه الاسلاميه المتطرفه اللي شفناها ان كان داعش او النصرة او بالضبط. بالضبط اخوي ابراهيم، يعني لو في مثلا كان البديل، يعني هو المشكله انه ما في البديل عن هدول. يعني مثلا خلينا نقول نظام البعث اللي كان حاكم بسوريا والعراق موجود بس لأنه ما في بديل، يعني البديل الإخوان المسلمين. ولما صارت الأحداث بسوريا والشباب البريء طلع بالمظاهرات وشيء، ف يعني المشكلة ما كان في مشروع. لو كان في مشروع علماني مثل ما حضرتك تفضلت، يعني أنا متأكد كان راح النظام وطلع المشروع العلماني والإخوان المسلمين ما قدروا يسووا شيء أصلا. يعني هو المشكلة انه اذا رجعنا بالتاريخ شوي لورا لقبل ما يستلم حزب البعث السلطة، كان اذا اكيد عندك فكرة كان في عدة احزاب علمانية، ان كانت الحزب الاشتراكي او الحزب الشيوعي، الحزب السوري القومي، حزب البعث كمان يعتبر كان حزب علماني يعني. ايه بس ما كان متجذر بالشعب، يعني ايمتى انولدوا؟ يعني عمرهم كله 25 30 سنة، يعني ما له هالتاريخ الطويل المتجذر بين الناس بأفكار الناس. يعني اجى مثل متطفل بعد سقوط الدولة العثمانية، يعني الفكرة انا برأيي الشخصي لأنه فترة قصيرة جدا، يعني ما جذرت بين الناس بأفكار الناس، ما جذرت نهائيا. يعني هي مرحلة مثل ما بقولوا زوبعة بفنجان صارت. مو بس هيك، الفكره كمان انه هاي الاحزاب لما نشات بالاربعينات والخمسينات كانت لنقول تقليد الاحزاب الاجنبيه اللي كانت بالغرب. بالضبط. كل هالاحزاب هي، بينما المشروع او لنقول الافكار السياسيه الاسلاميه هي موروث ثقافي عمره الاف 1400 سنه. صح بالضبط. صعب تواجهه باحزاب حديثه الولاده، يعني مثل الاحزاب اللي كانت وقتها، وخصوصي انه هاي الاحزاب نفسها العلماني حاربت بعضها وقتها. صحيح. بتعرف كيف الحزب البعث النهائي هو اللي الغى الاحزاب الثانيه. ضربهم ببعضهم وقعد على تلتها مثل ما بقولوا. خبطهم ببعضهم، خبط كله كل الشيوعي بالاخوان المسلمين وبفلان بفلان حتى صفي له الجو مثل ما بقولوا. وعلى يعني المشكله ما في، يعني امبارح سقطت الخلافة العثمانية وكل اللي صار من تيارات علمانية من تيارات تحررية خلينا نقول، يعني اللي قاموا فيها هن اصلا اخذين الثقافة الإسلامية كاملة في روحهم، يعني في تصرفاتهم في حياتهم الطبيعية. فما يعني صعب انه خلال مثلا 30 40 سنة من التحزبات او من هالافكار العلمانية تجي تلغي 1400 سنة بدون وسائل. يعني هلا على الأقل في عنا إنترنت، على الأقل في عنا وسائل التواصل السهلة السريعة، وسائل المعلومات السريعة، ممكن يعني الجيل الجديد يفهم. بس هداك الوقت بالأربعينات خمسينات ستينات ما كان فيها شيء نهائيا. صحيح. هذا من لنقول وجهة نظر أو من الاحداث اللي صارت من طرف السلطه نقول. اوكي
لا، في المشكله انه الشعب نفسه يعني اليوم اذا ملاحظ انه في كثير ناس من الناس العاديين يعني المسلمين خاصه تفاجئوا بالاسلام اللي صاروا يشوفوه على ارض الواقع، دوله الخلافه والفصائل الاسلاميه المتناحره او اللي اقامت امارات بسوريا او بالعراق، تفاجئوا بهالنوع من الاسلام اللي يمكن ما كانوا مستوعبين او ما كانوا مستوعبين انه النصوص اللي كانوا يقروها بالنسبه لهم كانت نصوص ورديه. يعني بيقولوا لك انه الرجم مثلا كان اجل بدع الناس عن ممارسه الفاحشه او ما الى هنالك، وقطع الايد كمان عن هدف رد على الناس عن السرقه وما بعرف شو. لما شافوا الممارسات همجيه بشكل ما بتصور العقل وما بتقبل اي عقل، يعني حقيقه في كثير ناس صارت تراجع قناعاتها الدينيه وتراجع تأييدها للمشروع الاسلامي السياسي. يعني بنفس الوقت في ناس ثانيه لا بالعكس عم تنجر ولا ورا الافكار. يعني بكفي شيخ يطلع يقول الله اكبر وما بعرف شو والجهاد ويحمل القران بيده ويطول دقنه ويمشي وراه يعني على عمياني بدون اي تفكير. وبتوقعوا المشكله انه عندهم وهم، بتوقعوا انه اذا تصرفوا بهالطريقه هي انه اهدافه رح تتحقق لانه الله رح يساعدهم انه يحققوا اهدافهم. يعني شو اللي خرب الثوره السوريه بالنهايه؟ اللي خرب الثوره السوريه هي هذا الفكر الوهمي انه الله رح يحارب معك والملائكه رح تحارب معك بمجرد ما ترفع رايه لا اله الا الله والله اكبر وتطبق الشريعه الاسلاميه من الحكي هذا، وتهدف لاقامه دوله اسلاميه ودوله الله ودوله ارض الاسلام من الحكي. صحيح للاسف الشديد هذا اللي خرب الثوره. نحن بلشنا كثوره سوريه عم نطالب بدوله مدنيه، عم نطالب بالديمقراطيه، عم طالب حقوق الانسان، هذا كل شيء انتصف، مو بس انتصف يعني انتصف ما عاد حدا فكر فيه. هو بتعرف ليش اخوي ابراهيم يعني شو القصه؟ انه النظام السوري يعني كان جهل، يعني عن قصد جهل الناس، وصل يعني السينمات سكرة، المدارس ما بقى لها قيمة. يعني أنا أذكر بالثمانينات كنا ندرس الإعدادي مو بالشكل اللي بعد شفناه بالتسعينات مثلا، مو بشكل بعد 2000 مثلا. يعني التدريس، قيمة التدريس نزلت مستواف، السينمات تسكرت على عيني. أنا بعرف بحلب كانت كومة سينمات مثل ما بقولوا، سكرت صارت يعرضوا فيها أفلام إباحية، بعدين سكروها سووها صالات أعراس. يعني وهي معاهد الأسد لتحفيظ القرآن، يعني صار تجهيل معمد لهالناس هاي. وللأسف الشديد شعبنا طلع جاهل، يعني شعبنا طلع يعني شيء بيوطي الراس حيش السامعين مثل ما بقولوا. يعني صار واحد يخجل يقول أنا سوري. صحيح. والمرتبين أو المثقفين منهم يعني يا أما راحوا بين الرجلين يا أما طفشوا من البلد. بالضبط طفشوا. يعني العالم عم تطفش من أول بأول مثل ما بقولوا، خصوصي اللي عنده اللي بده يفكر، اللي بده يفكر بده يطلع من البلد، مستحيل اللي بده يفكر بده يضل بالبلد. يعني انا بتذكر حالي عمري 25 سنه ما عاد اتحمل، يعني ما عاد اتحمل بصراحه اعيش بهيك جو. يعني مع انه انا لا كنت مفكر ولا كنت مثلا كاتب ولا كنت شيء من هالقبيل، ولكن يعني مثل ما بقولوا بدي اكون حر، بدي اعيش حر. يعني مثلا هذاك الوقت اشتريت بيت، انا نصبوه علي مباشر، يعني نصبوا الاحتيال من كتر ما كان شغال. يعني مثلا خلينا نقول شاب اول عمره طالع عمره 22 سنه راح اشترى بيت كاش ان هاند بدون اي خلينا نقول معونات لا خارجيه ولا داخليه على قولة عادل امام، وبدون اي شيء يعني ولا دراسه ولا شيء ولا شهادات. وتلاقي حواليك صار يعني صار معك شوية مصاري، تلاقي حواليك صار كلهم ضباع بده ياكلوك. يعني هي ثقافتنا وصلنا لها،
هي انا عم بحكي لك ببدايه التسعينات، فما بالك بال 2010 مثلا لما كان، لما اول الاحداث بلشت 2011. يعني شعبنا، وشايفين هلا شباب، يا حيف شباب بتلاقيه مثل الشنتيح مثل ما بقولوا، ما بيعرف يحكي كلمتين يا رجل، ما بيعرف يحكي كلمتين، الخمسه من الطمسه ما بيعرفها شو هي. طبعا يعني من سياسه النظام كانت انه يجهر الشعب لحتى يسهل عليه انه يتحكم فيهم، وطبعا استخدم الدين كاداه اساسيه كمان بالسيطره على الناس. والمشكله الناس ما عم تستوعب هذا الحكي. يعني البوطي كنا نشوفه، انا وصغير كنت اشوفه على التلفزيون، اصلا ما كان في غير المحطه نتفرج عليه. اللوطي سوريا بقى يا سيدي، البوطي كان قاعد يطلع كل يوم، كان عنده برنامج يومي على التلفزيون ساعه او اكثر من ساعه، ما بعرف. طبعا انا ما كنت اتفرج عليه، شيء بيعني على الدرب. ولا مروان شيخ، ولا هلا هزبالات هذول اللي كانوا يطلعونا اياهم، يعني شيء مخزي يعني. فشيء طبيعي يطلع هيك ناس، يعني شعبنا طلع يا رجل شيء مثل ما بقولوا بوطي الراس. شفناهم بالسويد هون، حتى عنا مره كنت ماشي بالحديقه شفت البوليس رايح جاي، قلت شوف البوليس يعني على طول عم بيبتسم بوجهنا. انا وزوجتي كنا ماشيين واطفالي، جينا على البيت فتحت الاخبار التلفزيون عادي، انا فاتحه ان في جريمه اغتصاب طفله من قبل لاجئين سوريين بهالحديقه اللي كنت انا ماشي فيها. فانا وزوجتي ضربت بمخنا، يعني كنا ماشيين، هالشرطه هي كانت مشان جماعتنا مغتصبين طفله؟ شو بكون يعني. للاسف الشديد يعني صار الواحد فينا يخجل يقول انا سوري ولا انا عراقي ولا انا مسلم ولا، يعني طبعا اللي بفهم يعني في هذول بجوب متفاخرين نحن سوريين، وشيء شيء مقرف يعني. شفناهم بالسوبر ماركت واحد جايب عرض نسوان معه داخل على السوبر ماركت، دي يلا خلصينا وليك. صدقني سمعتها بإذني، طلع فيه هيك، شو هذا، انت منين طالع، انت من اي نسبه اللي طالع؟ الناس اللي عم تطلع على اوروبا، يعني اللاجئين بالتحديد من الشرق الاوسط، عم بيروحوا عم بيعتبروا انه من الطبيعي انه يمارسوا حياتهم مثل ما كانوا عم يمارسوها هون، نفس العاديه ونفس العادات ونفس التقاليد. ما عم يستوعبوا انه المرأة عندها حقوق متساوية مع الرجل. ثقافة مختلفة نهائيا، في ناس وصلت انه هذا انسان، يعني المرأة انسانة مثل ما انت انسانة، يعني ما عم يستوعبوا هالمسألة هي. ما عم يستوعبوا. تفضل. انت بس فوت على الجروبات المغتربين في المانيا، المغتربين ما بعرف بالسويد وكذا، هذول موجودين على الفيسبوك. بتشوف يعني طبعا مو كل الناس، ولكن في ناس بينزلوا بوستات تبع انه الحكومه الكافره مثلا عم تجبر اولادنا انه يختلطوا بنات وصبيان، وعم تجبرهم انه يصبحوا سوا وانه يشلحوا قدام بعض من الحكي هذا. و يعني ما بعرف شو بدي اقول لك، مش كمان مو بس من وجهه نظر دينيه، كمان عالية الفساد. اكيد سمعت عن 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 الطريقه اللي بيسووها مشان ياخذوا بيت زياده من الحكومه ويجروا بتطلقوا هلا اشياء هي بنعرفها، يعني يعني يا حيف بيجوا لهون بيجذبوا كل كز. لكن في يا رجل، لانه واحد انا بعرفه حق المعرفه، ما فيه شيء، شاب عمره يمكن 35 سنه، يعني ما فيه شيء، حمل لي عكاز مشان ياخذ المعونه تبع العجزه، يعني اشحاده، ويعني ما بعرف شو بدي اقول لك. لا، وبيجيبوا اولاد زياده مشان لانه الحكومه بتعطيهم معونه على الاطفال، فبيجيبوا اولاد زياده وبسموه راتب، لانه عم بيشتغلوا للخلفوهم عم بيقول راتب. يعني ما بعرف شو بدي اقول لك، بتمنى بس الحكومات هلا ما بعرف اذا الحكومات الاوروبيه كانت مستوعبه هذا الموضوع، مستوعبه العقليات اللي الناس عم تجي فيها.
إذا حاطين برنامج لحتى يدمجون اللاجئين ويفهمون شو هو الواقع الجديد اللي بدنا نعيشه فيه. أكيد أكيد. على كل إن أنا بشكرك أخوي إبراهيم على الاتصال، وأنا أعتذر لأصدقائي على الإطالة كمان بالحلقة هاي. شكرا أخوي إبراهيم، شكرا. طبعا بس في عندي أخ حكمت عم بيقول لي، طيب في سارة عم تقول صوتك صار أهلين ضعيف ولكن جان، صوتك صار ضعيف. صوتي صار ضعيف؟ هلا منيح، هلا منيح. طبعا بس بدي اشوف الاخت ساره كاتبه. ما بعرف اذا اتصلت فينا الاخت ساره او لا، اهلين ممكن اشارك. اختي ساره ممكن شاركي، واخونا حكمت يعني بدك تتحملنا، طولنا الحلقه اليوم على الاصدقاء، بس بصراحة يعني أنا مستأنس بالأصدقاء. شو رأيك أنت؟ لا لا عادي، يعني الأخ أول مرة يدخل ويانا، ونرحب به الأخ إبراهيم، وذكر يعني حكى عن الإسلام السياسي. أنا طبعا برأيي مع الكلام عن الإسلام السياسي، ولكن ليس السياسة الخالصة. يعني ما إحنا يعني صفحة جار بن الحاد، وإحنا مخصصين ممكن نحكي عن السياسة من الجانب الإسلامي، يعني السياسة الإسلامية، يعني ممكن نتكلم عنها ونتطرق لها، وكيف إنه شعار الأساسي لهم هم دين ودولة، يعني همنا دين لكل شيء وكمان دولة. يعني من هاي الناحية ممكن نتطرق للإسلام قديما وحديثا. يعني أشكرك أخوي أبو الحكم. طبعا حزير مين معنا على الخط؟ حزر فزر مين معنا على الخط؟ مين؟ حزر فزر ما أعرف، يعني أتوقع لو سال أو جانو. جانو جانو أين أنت يا جانو؟ أنا من ضحكة كل مزة. اشتقنا لك، اشتقنا لك. انا اكثر صدقني، بس هذه الايام انا كثير كثير مشغول، عندي ما عندي وقت، وكان عندي ضيوف وهلا دخلت. يا زلمه قلت لحالي جانو زعلان منا، رضي يا اخي زعلان رضي. حبيبي مين بيقدر يزعل منك ولا من حبيبنا ابو الحكم؟ ابو الحكم حبيبنا جانو، حبيبنا جانو. طبعا يا ريت، يعني انا مشتاق لكل اصدقائنا، خاصه دانيال حبيبي. يا ريت هيك بس نسمع صوتك، من زمان ما سمعنا صوتك، ما سويت اشياء لايف في الفيسبوك. يزعل عم يشتغل دانيال، يكون عم يشتغل. بعرف يعني ايام زمان كان بيسوي هيك 20 دقيقه في الفيسبوك، كان بيجي لايف كنا نشوفه. حتى دكتور جورج يعني. المهم تحياتي لكم وبحبكم. بس بدي السؤال، يا ريت اخي وحبيبي ابن كثير ابو الحكم يفسر لنا شو هي استفادة، يعني اذا انا واحد مسلم اجي اقرا القران او اجي اقرا الاحاديث، انا كشخص شو راح استفيد من هذه الاشياء، غير انه يعني تصير في الغيبوبة، تصير في الوهم، تعيش في الوهم، وهذا الوهم يغير سلوكك باتجاه العنف، باتجاه عدم الإنسانية، أو بتروح لميول الإجرام أكثر، يعني والبعد عن المجتمع، يعني تصير شخص منعزل عن المجتمع حتى عن ذاتك. هذا رأي شخصي، فيا ريت شوي يوضح للأخوة المستمعين هذا الشيء، يعني إذا واحد مسلم يجي يقرأ القرآن شو راح يستفيد؟ يعني إذا القرآن هي مصدر الأخلاق، هذا مش صحيح. المسلمين يوميا في كل دول
الإسلامي 5 مرات يقولوا الله أكبر في المساجد وبيزعجوا الناس، ولسه في الجرائم، لسه في التحرش الجنسي، لسه في السرقة، وفي ناس في غابات الأمازون، في الأسكيمو، في أفريقيا، يعني في كينيا، ولا ما لابسين أي شيء، ما لابسين أي شيء، ما بيتحارشوا ببعض، وما عندهم أي كتاب، ولا يؤمنوا بأي شيء، وما بيسرقوا من بعض. يعني هذا إذا بيقولوا إنه الأخلاق أتى من الأديان. أما بالنسبة للفوائد، يعني شو راح استفيد من صور مثلا زوجات النبي إنه أحللنا لك؟ هو راح يستنده، يعني أنا شو راح استفيد؟ أنا ما بدي أتزوج أصلا، أنا مش مؤمن بقصة الزواج. يعني أنت ليش تيجي تفرض علي إنه متنا وثلاثة وأربعة؟ يعني شو إذا واحد مش عنده عقدة نفسية ومرض نفسي ما بيسوي هيك؟ في كتير نقاط، بس حبيت إنه أخي وحبيبي أبو الحكم إنه يشرح هذا الاتجاه، وبحبكم كتير، وأخلي أصدقائي يشاركوا. تسلم يا طيب، تسلم. على كل إذا في عندك أي تعقيب أخوي أبو الحكم راح أخذ اتصال تاني. تفضل أبو الحكم. طبعا أشكر الأخ جان، وطبعا قلقت عليه لأنه مو من عوايده أنه ما يجاوبني، فأكيد كان ما موجود. كتبت له بارحة سألت عنه، حتى قلقت عليه وين صار. فيعني أولا نحمد جلدة الحنفي على سلامته، وكذلك انه كويس انه بخير، واشكره على السؤال اللي سالوه. ممكن احكي باختصار عن الكلام اللي قاله. يعني اخونا جان والاخوه المسلمين، يعني ماذا قدم الاديان كلهم للبشريه؟ ما قدموا اي شيء. لانه حتى ذكرت واحد ناقشني مسلم وقال لي الاسلام يدعو الى الكلام الجميل وتصرفات الجميله وما اعرف ايش. قلت له معود، في اشخاص داخل الحرم المكي يسرقوا، يعني بعد وين بدك يسرقوا؟ يعني ما يعني الدين ما له اي استفاده، هو على اساس يرقي افكار الشعوب او هذا الشيء. ولكن ننظر من ناحيه ثانيه، سواء الدين اليهودي او المسيحي او الاسلامي، خصوصا الاسلامي، كم يصرفون عليه من مليارات؟ يصرفوا على المساجد، على حفاظ القران، على المدارس الأزهر وغيرها، والمدارس السعودية اللي مشهورة، يصرفوا مليارات المليارات على إيش؟ اعملوا فد صناعة، اعملوا فد مشروع، ساعدوا به الناس الفقراء. يعني أنت بتصور ما في فقراء بالسعودية؟ طبعا مليانة فقراء، مصر مليانة فقراء، العراق مليانة فقراء على الرغم من النفط، يعني الصومال، الأفريقي، يعني هالأموال كلها تقدروا تصرفوها بلا دين، بلا أكل هواء، مثل ما قال الأخ جانو. إحنا أنا شو استفاد محمد؟ واحد سب ورجع له مسبة، ولا بده يتجوز وحدة ابن مرض ابنه بالتبني وهي ما قابلة، وقالت إلا تجي آية من السماء ويجي آية من السماء. أنا شو قصدي محمد شو يعمل مع الزوجات ويجي يتهموا عايشة ويجي ينزل آية يتبرع؟ أنا شو استفاد من هالشغلات؟ يعني ولا يحكي لي قصص اللي قبله. يعني بالضبط أبو الحكم، أشكرك أبو الحكم. طيب خلينا ناخذ اتصال من الأخت سارة. أخت سارة تفضلي. أهلا، مساء الخير أخ جار. مساء الورد. تحية كبيرة لأبو الحكم وعلى التنوير دياله والعامل الجبار دياله. أنا حبيت نقول مسألة يعني السياسة، صح يمكن حكمة ما يحب السياسة والدين، لكن السياسة وخاصة في سوريا، أنا لما قعدت نشوف في المواقع في اليوتيوب رأيت واحد الفيديو تاع الرئيس بشار الأسد تاع سوريا يمشي على ركام المدن، وفي الصف الأول تخيل من معه رجل دين. شو يعني
لسه بيلعبوا على الناس بالدين. واصلا هذه الدول بين قوسين العربيه واللي هي منسوخه من الدوله الامويه منذ ظهور الاسلام، يعني رقعوا بهذوك يعني بالقوانين الحديثه ولا القوانين تاع العلمانيه رقعوا بهم، والباقي كله في الاصل كله اسلام. صحيح يعني صحيح. اختصارا في نقطه هون كثير مهمه انت ذكرتيها وبجد هي مهمه، يعني مساله بشار لما اخذ معه رجل دين وعلى مدينه مهدومه، هو هذا ما اصلا طائراته هي اللي هدمتها. يعني هن صراع على الخلافه الامويه، يعني عاصمه الامويين هم بده ياخذوها الشيعة ولا السنه، ومثل ما بتعرفي هلا ايران وحزب الله وكل هالشيعة هذول، والعلويين طبعا هن فرع من الشيعة الموجودين يعني صح. بسوريا ضد السنة، السنة بده يسترعوا خلافة الأموية وهن بده ياخذوها ثأرا للحسين. يعني هي القصة كلها لحد الساعة مثل ما قلت انت حضرتك، رقعوها بشوية قوانين علمانية على أساس بشان بس يسكتوا الغرب فيها، هي القصة صح. يعني صحيح يعني علماني لكن في العمق إسلامي، نفس الشيء في الجزائر، نفس في كل أمكنة اللي وصلهم هذا الطاعون الإسلامي. وأما الشعوب أنا نشوفهم يعني شعوب ما يجوا على أوروبا صح مش متربيين، لكن صراحة ماذا تربوا في بلدهم؟ أعطيني مثقف يعني عربي بين قوسين لا يكون يمسح الأحذية للسلطة أو يتكلم بأمر من السلطة. بالضبط. مثقفين السلطة. صح. وحتى يعني حتى المسلسلات الدراما السورية اللي بين قوسين كانت هي رائدة لم تعمل عمل تنويري بحث. أوكي كان تنويريات في بعض الزوايا. مجهود عليهم على كل حال والسلطة تراقبهم، لكن ولاش يكرسوا المرأة فيها حقروها في تاع باب الحارة؟ يعني شوف ماذا تسلم من هذا الشعب من يجي على أوروبا؟ يجي ضايع، هذا جاي من الضياع. صحيح. جاي من الضياع نفسه. وأنا لا أقول السوريين كلهم اللي في بلد الحرب ولا مش في حرب. كلهم ثقافة واحدة، يعني ثقافة واحدة، إن كان من العراق إن كان من اليمن إن كان من مصر من الجزائر من ليبيا من تونس من المغرب، صدقيني كلهم، الباكستاني الإيراني الأفغاني الصومالي كلهم على اللي يعني ثقافة واحدة. ثقافة واحدة والحضارة من الشعوب، الدول تبنيها الشعوب، هاد الشعوب ما خلوهمش يتحضروا بسبب الحكام أنانيين يحبوا هما وولادهم ولما يولدوش يجيبوا أهلهم. بالضبط. صراحة. صحيح. نحن في الجزائر أكبر معرض يمكن في شمال إفريقيا للكتاب، الكتب ولا واحد علمي، كله كتب يعني ولا ما تزيد في تفكير الإنسان، يعني تزيد ترده يعني كتب خرافية، كتب علم زائف. احنا مستغرمي اخذها كل الساحه تصوير، شو هذه المراه شو قدمت للثقافه الجزائريه؟ لا تقدمت قدم شو يعني من هذه تاع كتابه تاع ذاكره الجسد اللي سرقاتها من الروايات الجزائريه، يعني فريمو يعني والله رانا مجوعين، والكلام اللي قلته صحيح. وهذا بشار الاسد انا اللي دهشني، ما جاب مهندس كيف يعمر البلد، ما جاب تقني، جايب لي في الصف الأول رجل دين وعلامته أكبر من البوطي على فكرة. والله أقول لك شغلة سارة، بوطك أشرف من عمامته وأشرف من لحية أبو بشار الأسد، يعني أشرف من عمامة هالندل هذا اللي جايبه بشار، وأشرف من بشار ذاته. لا هم السياسة والدين في دولنا يمشوا متوازين. صحيح. هذا يحمي هذا، ما لازم الشعب كما الآن أبو الحاكم راه يفطن في الشعب اللي هو يبني الشعوب وهو اللي حرر نفسه بنفسه،
ما ننتظر ولا إنسان أمريكا ولا دول الغرب لا 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 نحن... على مصلحتها تدور على مصلحتها كأي دولة. أنا واحدة من الناس نخدم نحوس على مصلحتي كل واحد هذه حاجة نورمال كما نقولوا الدائر، لكن الشعوب خاصنا ننهضوا كما انت هذا العامل الجبار ما هو الدافع اللي خليك تديره باسكو يمكن وجع داخلي وجع قلت حتى الوينتا يعني الذكاء العربي بين قوسين الذكاء السوري ولا الذكاء الجزائري ما مش يعني فايتنا هادو بالذكاء هادو فايتنا بالحضاره والتربيه الصحيحه صحيح. وسيد الله كثرت عليكم. لا ولا يهمك، شكرا كثير، شكرا كثير لك ساره. دائما نحس روحي كثير فرحانه لما نفرغ الشحونات اللي هكا اعطيك كلمه نتكلم. اكيد ولنا شرف تحكي معنا يعني ونتواصل ونعبر عن افكارنا ونتبادل الافكار. نتمنى نديروا موعد ويعني ونتكلم ونديروا حلقه انا وياك. يا ريت يا ريت. حصلني الشرف والله على من ضحايا الإرهاب في وقت التسعينات وعندي ما يجول في الخاطر وفي القلب يوجعني. تمام تمام، أنا راح أتصل فيك بعد الحلقة ونحدد موعد ونسوي حلقة. أوكي أوكي صديق العزيز. ماشي ماشي سارة، شكرا كثير. نحبكم بزاف. شكرا كثير، شكرا كثير سارة. سلامات سلامات. أبو الحكم حبيبنا إذا في عندك أي تعقيب تفضل. يعني يمكن الأخت سارة اللي فهمت منها إنه تقول لازم نحكي عن ال 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 الإسلام السياسي. طبعا أنا قلت يعني بوضوح إنه إحنا نتكلم عن ال الإسلام السياسي قديما وحديثا كيف كانت، ولكن أنا قصدي إنه نحكي في السياسة خالصة. هي هاي القناة ما جعلت لهذا الشيء، ممكن تعمل قناة أخرى يعني أنت كيفك وتحكي فيها فقط عن السياسة. إحنا نربط السياسة دائما بالدين يعني. لا لا هو بصراحة يعني قال لك بالحكم أنا يعني أنا قناة ما سياسية، ولكن يعني هي الدين هو دين ودين ودولة يعني المشكلة الدين الإسلامي، فمرات بنتطرق للمواضيع السياسية ما في مشكلة يعني، بس ولكن لو ما هو منهج يعني هاي القصة. طبعا أنا قلت يعني لما نربط السياسة بالدين ممكن نتكلم يعني نعمل حلقات مو حلقة واحدة إذا نربطها بالدين يعني. أما قصة يعني بشار إحنا يعني نهجنا معروف إنه بشار مجرم والحركات الإسلامية أيضا مجرمة، فاثنين هم احنا يعني هو يدعي انه هو علماني ولكنه ليس علماني، والعلمانية بريء من بشار وابوه وكل طائفته. احنا نحب فعلا يكون حكم علماني على الاقل وليس الحادي، حكم علماني سواء بالسعودية بسوريا او كل الدول العربية هو هذا الحل الصحيح، لانه لا يفرق على الاشخاص مذاهبهم واتجاهاتهم، فقط يتعامل مع البشر يتعامل معه كإنسان وليس كمذهب أو عرق أو طائفة يعني. طب أنا أشكرك أخوي أبو الحكم وأشكر أصدقائنا على المتابعة، بصراحة طولنا الحلقة اليوم ما بعرف ليش يعني، استمتعت بالحديث معك أبو الحكم وأخذنا الحديث يعني ما بعرف يمكن ثأرا للمقطع الأول إنه النت راح منه، يمكن حبينا أكثر يعني، النت يعني مطلعين حلقة ساعتين لحد الآن يعني مثل ما يقول الناس اهتموا أكثر وهذا الشيء يفرحنا طبعا. بكل تأكيد بكل تأكيد أخوي أبو الحكم. أبو الحكم إذا في عندك كلمة أخيرة بتحب تقولها في الحلقة تفضل. طبعا احنا هاي اول حلقه نعملها سلبنا كثير، اذا انا شفت رجع من الاخوه وايدوا هذا الشيء ممكن نسويها حلقه اسبوعيه اذا يشوف الاخ جانا من هذا الشيء مناسب، او نرجع نكمل ب محمد من الفلياء او ايات ارهابيه حسب ما يطلبوا المشاهدين، احنا تحت امرهم وهذا هاي القناه هي للجميع المسلمين والملحدين يعني الأساسية للملحدين، ولكن
نرحب بالاخوه المسلمين اذا عندهم اسئله او تداخلات او مداخلات او اتصالات يعني. واشكرك على انه طولت بالك ويانا اكثر من ساعتين، واشكر جميع المشاهدين اللي شاهدوا. اشكرك اخوي ابو الحكم. طبعا يعني بصراحه مساله الايات الارهابيه ومحمد من الالف لليه، بس نحن تخربطنا لانه قناتنا الاولى تسكرت، فالمشكله كلها كل شيء تخربط معنا. يعني كان عندنا سلسله مع الاخ سامي عم نقدمها كمان، ف يعني تسكير القناه هي اربكنا شوي، ولكن يعني اوعدكم انه بالفترة القادمة أسبوع أسبوعين ثلاثة راح يتنظم كل شيء، وتعود القناة هاي تكون بديل كامل عن القناة القديمة وما في أي مشكلة. بس أنا بتمنى من أصدقائي كمان مثل ما بقول المشاركة، ويعني دعوة الأصدقاء للمشاركة حتى يعني حتى ترجع على نفس الوتيرة اللي كانت فيها، وأزود أكيد راح تكون أزود، وأنا متأكد النشاط راح يكون أكبر من هيك بكتير. فأنا كل اللي أريده منكم بس شوية مساعدة أصدقائي حتى نرجع نكمل أقوى من أولي. أشكرك أخوي أبو الحكم، وشكراً لكم أصدقائي. أشوفكم بكرة طبعاً في معنا، عنا حلقة مع الأخ علي السومري في مجاهر جديد، ويوم الأربعاء راح يكون عنا حلقة عن صورة وتعليق مقارنات راح نعملها بين شوية صور و بوذية وهندوسية وإسلامية وندردش سوا. طبعا الخميس راح يكون عندنا حلقة مع الأخ روي وبعض الأصدقاء عن صحيح البخاري، فخلوكم معنا وأرجو أنه ما نكون طويلين الدم عليكم. شكرا لكم أصدقائي، وإلى اللقاء في حلقة قادمة. إلى اللقاء. شكرا أبو الحكم حبيبي، سبحانه على خير.